نبتدي ونقول تاني بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة المفروض هنتكلم على مواضيع كده أساسية. طبعا احنا خدنا قبل كده ان انا من اهم التطبيقات للمساحة الجوديسية هي مساحة الربط، اللي هي إنشاء شبكة المثلثات الجوديسية بهدف تحديد دقيق لإحداثيات مجموعة من النقط متوزعة بطريقة معينة بحيث تكون ما بينها مثلثات. المثلثات دي بقى مشتركة في أضلاع متداخلة بحيث تغطي تعمل لي شبكة تغطي لي مساحة كبيرة من سطح الأرض. فإحنا النهاردة هنتكلم على بسرعة على خطوات إنشاء الشبكات المثلثات والعوامل اللي بناء عليها بختار النقط بتاع رؤوس شبكة المثلثات، اللي هي مجموعة النقط اللي هتبقى بعد كده معلومة الإحداثيات عندي، وبحيث ممكن نستخدمها في أي خرائط تخطيط لمشاريع أي تطبيقات تانية. وبعدين هنتكلم على عناصر شبكة بقى المثلثات نفسها، هنبدأ ندخل على شبكة المثلثات نفسها ونتكلم على العناصر بتاعتها والاشتراطات أو الشروط اللي بتبقى موجودة فيها وأنواعها المختلفة. ده كده ايه الكلام اللي احنا هنشتغل فيه النهارده. اول حاجه نبتدي بقى، اول حاجه اللي هي خطوات انشاء شبكه المثلثات، هتلاقيها تقريبا شبه الخطوات اللي كنا بنعملها، اي خطوات الرفع المساحي. لما كنا بنعمل رفع مساحي كنا بنعمل ترافرس. ما هو الترافرس ده؟ هو الدرجه الاقل دقه من الشبكات المثلثات. يعني عندي شبكات المثلثات زي ما قلنا درجة أولى ودرجة تانية ودرجة تالتة ودرجة رابعة. بعد الدرجة الرابعة ممكن يدخل بقى الترافيرس العادي اللي بيستخدم في الرفع المساحي للمناطق الإيه المحدودة الصغيرة في المساحة. فنلاقي إن أنا عشان أعمل شبكة مثلثات عايزة أشوف المنطقة بتاعتي، اللي هي بقى في حالة شبكة المثلثات الدرجة الأولى هتبقى منطقة واسعة مساحتها كبيرة. عايزة أعمل استكشاف، عايزة أتعرف على كل معالم المنطقة بتاعتي كمان طبيعة التضاريس اللي موجودة فيها، المرتفعات والمنخفضات، الأرض بتاعي مستوية ولا لأ، فيها عوائق، فيها حدائق، فيها أشجار عالية، فيها مباني عالية، فيها أبراج عالية. عشان أنا بعمل استكشاف ليه دلوقتي؟ مش عشان التفاصيل بقى نفسها، أنا يهمني التفاصيل نفسها عشان الشبكة اللي أنا عايزة أنشئها. الشبكة اللي أنا عايزة أنشئها عايزة أحدد فين النقط اللي أقدر أختارها وأقول دي نقطة من نقط الشبكة بتاعي، دي رأس من رؤوس المثلثات اللي موجودة عندي، عشان النقطة دي بعد كده هحدد إحداثياتها. قبل ما أحدد إحداثياتها أنا هرصد عليها. طب قبل ما ارصد عليها انا هحط عندها علامه واثبتها عشان اقدر اوصل لها بقى في اي وقت بعد كده، مش زي نقطه الترافيرس كان اي وقت اللي هو خلال فتره الرفع، لا ده دي هتبقى اي وقت بمعنى اي وقت، لان اللي هيجيب احداثيات النقطه من هيئه المساحه عايز يروح المنطقه ويشوف هي فين مكانها بالظبط ويعمل تسمت عليها بالظبط. فاحنا عايزين نختار نقط رؤوس الشبكه وعايزين نثبت نقط رؤوس الشبكة، يعني نحط عندها علامات. طبعا دي بتبقى علامة بحيث ما تضيعش مع الوقت، غالبا بيتعمل حفرة في الأرض متر في متر كده خرسانة، بعدين أبدأ أحط عليها في المركز بتاعها العلامة، وبعدين أرجع كمان أصب الخرسانة على شكل اسطوانة تاني، ويكون السطح بتاع الاسطوانة الخرسانة ده عليه من فوق النقطة الشبكة اللي ممكن أعمل تسامت عليها وأحدد مكانها بالظبط. بعد كده هنعمل الأرصاد، ناخد الأرصاد الحقلية اللي زي ما هنشوف هي في حالة الشبكات اللي هناخدها تبقى كلها زوايا. وبعد كده هنعمل تصحيح بقى للأرصاد اللي خدناها. التصحيح ده هدفه إن أنا أوصل للإحداثيات الصحيحة لنقط رؤوس الشبكة، بحيث إيه الإحداثي بتاعت النقطة ده يبقى أنا عندي ثقة فيه. ما اخدش الارصاد على طول، لان زي ما هنشوف احنا هناخد ارصاد كتير زياده عن اللي محتاجينه عشان نحدد احداثيات النقطه عشان نعمل تحقيق للارصاد بتاعتي. دي كده الخطوات الاساسيه. انا اللي هناخد فكره عنه في كل ده ايه العوامل اللي براعيها وانا بختار نقط الشبكه اللي عندي. وانا بختار نقط الشبكه اللي عندي اللي هي شبكه المثلثات بحاول اراعي ان يكون في تبادل للرؤيه بين نقط الشبكه. يعني احاول تكون في تبادل للرؤيه، يعني اختار النقط نفسها بتاعت الشبكه على مناطق مرتفعه وبينهم بقدر الامكان يكون المنطقه اللي ما بينهم منخفضه اقل منهم، بحيث انا واقفه في النقطه دي شايفه النقطه الثانيه. طبعا المسافات بتبقى بالكيلومترات، انا بشوفها بيبقى معايا مكبرات، بيبقى معايا علامات حطاها عند النقط
بحيث اقدر اشوفها من بعيد، وانا كمان باخدهم على مناطق مرتفعة بحيث يبقى في تبادل للرؤية، احاول اتفادى العقبات اللي ما بينهم، اللي هو رقم 3 ده العقبات، يعني اكون الرؤية واضحة ما بينهم ما فيش عقبات. يعني مثلا لو في منطقة فيها اشجار عالية هقول هزلها بعد كده، لا انا من الاول اتجنب العقبات اللي ما بينهم واختار النقط تكون الرؤية ما بينهم واضحة. طب لو جينا على آخر عامل من العوامل، تجنب بناء الأبراج، ما هو أنا لو ما فيش مناطق مرتفعة في المنطقة، منطقة مرتفعة أختار عليها النقطة والنقطة التانية تبقى برضو على منطقة مرتفعة تانية، هضطر أبني برج عند النقطة اللي أنا هختارها، أبني برج عشان أعليها وأحقق تبادل الرؤية وتفادى العقبات. فطبعا بناء الأبراج معدنية أو خشبية أو أيا كانت، هي تكاليف، الموضوع هيتكلف فلوس أكتر، فأنا براعي إيه من الأول، يبقى في تبادل رؤية أختارها على مناطق مرتفعة هتفادى العقبات وهتجنب بناء الأبراج اللي هي هتكلفني فلوس أكتر. طيب الأضلاع، النقط بتاعة الشبكة هتكون أضلاع، الأضلاع هيبقى في بينها زوايا اللي أنا هرصدها، بنحاول نخلي الزوايا ما بين ال 30 درجة وال 150، يعني ما اختارش زاوية الا لو انا اضطريت، ما اختارش زاويه اقل من 30 درجه، وما اختارش زاويه برضو اكبر من ال 150 درجه، لان زي ما هنشوف كمان شويه واحنا بنعمل التصحيح، في التصحيح الشرط الضلعي بعتمد على الساين بتاع الزاويه، بعتمد على الساين بتاع الزاويه، وفي الزوايا الاقل من 30 والاكبر من ال 150 التغير في ساين الزاويه بيبقى سريع قوي مع اقل تغير في الزاويه نفسها. يعني لو الخطأ في الزاوية حاجة بسيطة قوي هتعمل لي في الحسابات خطأ كبير لو الزوايا بره الرينج ده، فأفضل الزوايا عموما التغير الجيب بتاعها بيبقى بطيء، فأي خطأ تأثيره هيبقى قليل شوية في الزوايا اللي حوالين التسعين، فإحنا بنفتحها ما بين التلاتين وما بين 150 درجة. الشرط ده هيبان اكتر لما نيجي نحسب بقى الشرط الضلعي ونشوف المعادلات بتاعه هنلاقي فيها الساين، فزي ما بقول لكم كده موضوع الساين ده هو اللي بيخليني اختارها ما بين 30 و150. العامل اللي بعد كده اللي براعيه غالبا وانا بختار نقط رؤوس الشبكه الحدود بتاع اطوال الشبكه، طبعا في الدرجه الاولى ليها قيم لاطوال الشبكه، الدرجه الثانيه ليها قيم، الدرجة الثالثة في حدود أنا بلتزم بيها، وكمان وأنا بختار أضلاع الشبكة ما يبقاش في عندي ضلع طويل قوي وضلع تاني جنبه قصير قوي، يبقى الأطوال فيها إيه، فيها تناسق قريبة من بعضها. طبعا هو معروف أن أفضل أشكال الشبكات يكون بعتمد على وحدة اللي هي شكل منتظم، يعني مثلث متساوي الأضلاع، مربع، شكل خماسي منتظم وهكذا، فالأضلاع المنتظمة اللي قد بعضها الزوايا قد بعضها دي بتبقى أفضل، فأنا براعي الحكاية دي وبراعي الحدود بتاعة الشبكة بتاعتي. لما بيكون الأطوال زيادة قوي هيبقى وارد إن يبقى في خطأ في التوجيه والرصد بتاعي، لما تبقى الأطوال صغيرة قوي عشان أغطي المساحة الكبيرة فأنا هاخد أضلاع كتير قوي عشان الشبكة تكمل وتغطي المساحة بتاعتي، الأضلاع كتير قوي، إرصاد كتير، وقت كتير، تكاليف كتير، حسابات كتير عشان أوصل للإحداثيات إيه السليمة اللي عندي. الحاجة اللي بعد كده بقى، إحنا خدنا قبل كده الأشكال بتاعت الشبكات اللي عندي، وخدنا الشكل الشبكات المثلثات المستمرة، وخدنا شبكات المثلثات اللي على شكل سلاسل، السلاسل بتاعي فردية ومزدوجة وشكل مركزي أو أشكال متداخلة من الأنواع الثلاثة، عرفنا الكلام ده قبل كده. طيب إيه العناصر بقى اللي هتبقى مهمة عندي عشان أحدد مكان الشبكة على سطح الأرض وبالتالي أقدر أحدد مكانها على الخريطة اللي مرسومة أو اللي أنا هرسمها؟ طبعا لما باجي أعمل عملية الاستكشاف اللي قلنا عليها ممكن أستعين بأي خرائط موجودة بالفعل، لأن هي بتبقى مساحات كبيرة، الخرائط بتساعدني في الحالة دي لو موجودة، لو مش موجودة بعمل كروكيات برضو. نيجي نشوف عناصر الشبكة، الشكل أنا هختارها أنهي شكل، شبكة مستمرة، وطبعا الشبكة المستمرة لما تبقى المساحة اللي هغطيها كبيرة وتقريبا شبه مستوية، كل شكل بيبقى ليه حسب المساحة اللي أنا هغطيها بالشبكة. في لو اخترنا مثلا سلسلة فردية زي اللي قدامنا دي
أنا خلاص حددت الشكل، هي مجموعة من المثلثات المرتبطة مع بعضها كده. هرصد إيه؟ هرصد كل الزوايا اللي موجودة عندي. مش معنى الزوايا، إحنا قلنا قبل كده شبكات المثلثات بتكون مرصودة الزوايا، كل الزوايا مرصودة أو أغلبها، أو مرصودة الأضلاع ومع مجموعة من الزوايا، ما ينفعش أضلاع بس، أو خليط ما بين الاتنين اللي هو المزدوج اللي بيبقى فيه رصد لكل الزوايا وكل الأضلاع. طبعا دي بتبقى تكاليف عالية. دخل موضوع إن أنا أرصد أصلا أطوال الأضلاع مع التطور، يعني كان الأول أنا برصد أطوال أضلاع بالشرايط والحاجات دي، فكانتش دقتها، والأطوال اللي أنا هقيسها كمان بالكيلومترات ما كانتش الموضوع ده يساعد. لما ظهر بقى جهاز قياس المسافة الإلكتروني ممكن إيه، دخلنا في حكاية إن أنا أقيس الأضلاع بتاعة الشبكة بحيث أعملها مقيسة الأضلاع أو مزدوجة أضلاع والزوايا اللي إحنا نتكلم عليه، اللي هو الأشهر نوع منهم اللي هو كل الشبكة عندي الأضلاع بتاعها بنقيسها. طب أنا عندي حددت شكل الشبكة إن هي تبقى مجموعة من المثلثات المتداخلة كده، حددت في الطبيعة أماكن النقط بحيث في بينهم أضلاع هتوصل ما بينهم، بقيت أوجه بالتدوليت وأرصد الزاوية وأوجه على خط وأوجه على الخط التاني وأرصد الزوايا الأفقية اللي موجودة عندي كلها، كل الزوايا الأفقية برصدها. ده كده أنا حددت إيه من الشبكة؟ حددت شكلها، شكلها بس. طيب أنا لما أرصد زوايا، لو جيت أرسم الشبكة ممكن حد يرسمها على صغير وممكن حد يرسمها على كبير، لأن الزوايا دي ممكن تعمل لها سكيل تصغر وتكبر، نفس الزوايا ونفس الشكل بيحقق مساحة صغيرة وبيحقق مساحة كبيرة. إيه هظبطها إزاي؟ نقوم داخلين على العنصر التاني اللي هو العنصر اللي بيظبط لي الشبكة على مقياس الرسم بحيث تغطي المساحة اللي أنا عاوزاها أو اللي أنا عملتها بقى فعلا في الطبيعة، لأن أنا اخترت النقط أصلا وحطيت عندها خلاص علامات وثبتها. إيه هو اللي هيحدد لي المقياس الرسم ده؟ إيه طول ضلع من الأضلاع بتاع الشبكة، أول ضلع من أضلاع الشبكة اللي هبتدي بيه بسميه بيز لاين أو خط القاعدة. خط القاعدة ده هو الخط اللي هبتدي منه الشبكة بتاعتي، خط القاعدة ده هيبقى معلوم طوله. يبقى أنا لازم عشان أبتدي الشبكة حددت شكلها، اخترت النقط، وصلت ما بينها، رصدت الأرصاد بتاع اللي هي كلها زوايا، اللي هيكون عندي معلوم طول دوله هو خط القاعدة ده اللي هو خط البداية ده هيكون ضلع معروف طوله من شبكة سابقة اترصدت واتصححت والكلام بتاعتها بقت سليمة. فالضلع ده بقى معلوم، بما ان طول الضلع ده معلوم اماكن النقط بتاعته لسه مش معلومة بالظبط هو فين، بس على الاقل لما اجي ارسم الشبكة هبتدي من الضلع ده وبعدين اوقع بقيمة الزاوية دي واوقع بقيمة الزاوية دي، اقوم جايب النقطة اللي بعدها اللي هي دي. اول مثلث ده بقى خلاص مرسوم على حسب طول خط القاعدة الاولاني وعلى حسب قيم الثلاث زوايا او الزاويتين اللي احنا راصدينهم القاعدة. وبالتالي ممكن ابتدي في المثلث اللي بعده ده اللي انا بشاور عليه ده، ابتدي منه ازاي؟ الضلع ده خلاص بقى موجود، اوقع قيمة الزاوية دي، اوقع قيمة الزاوية دي، احصل على النقطة دي، وهكذا. هلاقي نفسي خلاص بقت الشبكة ما هياش شكل بس، ممكن اقول عليه صغير وممكن اقول عليه كبير، ممكن يغطي مساحة صغيرة وممكن يغطي مساحة كبيرة، لا بقى المساحة اللي هتغطيها محددة من خط القاعدة اللي انا حددت طوله ده. يبقى عشان ابدا الشبكه ويبقى في عنصر مهم من العناصر بتاعها متوفر اللي هو مقياس الرسم، لازم يبقى في خط قاعده ابتدي، خط قاعده اللي هو طول ضلع من اضلاع الشبكه معلوم ايه؟ معلوم طوله. طيب هو معلوم طوله فين مكانه بقى على سطح الارض وفين مكانه على الخريطه؟ يبتدي منين؟ احطه في اي مكان كده يعجبني، ولا انا هنسب الشبكه بتاعتي دي لنظام احداثيات معين؟ انا هنسب الشبكه لنظام احداثيات معين، خطوط طول وخطوط عرض، احداثيات كارتيزيه اكس وواي. انا واخده لنفسي كده محاور، زي ما عندنا في مصر في نقطه في الجنوب عند اسوان جنوب غرب خالص، بحيث الاحداثيات الجمهوريه كلها تبقى موجب النقطه دي، باخدها اسناد ليا بتبقى محاور احداثيات. انا فين هحط الخط القاعده ده؟ فين في الدوله؟ هو فوق في على الوادي، فوق في الصحراء الغربية، في الصحراء فين؟ فنيجي فين دي تقول لي الموضع، البوزيشن بتاعي الشبكة دي فين؟
فاخد نقطة من نقط البيز لاين او خط القاعدة بتاعي يبقى معروف احداثياته منسوب لنظام احداثيات اللي هي الاكس و1 وواي 1 بتاع النقطة الاولى في الضلع اللي عندي ده. انا ممكن طبعا اخد اي نقطة، بس هي غالبا بتبقى نقطة من نقط خط القاعدة. طيب الشبكة دي احنا ممكن الرسمة اللي قدامنا اللي بشاور عليها دي اللي معلوم فيها احداثيات نقطة اخدها كده كلها وادورها الففها كده، تبقى بدل ما هي افقية كده في السلايد اللي قدامنا تبقى رأسية، وهتحقق نفس الشروط. بتمر بالنقطة دي، خط القاعدة طوله محدد، الزوايا اللي انا رصدتها زي ما هي هيبقى صح برضه، ما فيهاش حاجة. هيبقى معنى كده ان انا ما زلت ناقص عنصر من العناصر عشان احدد الشبكه صح، ما يبقاش ليها بدايل، يبقى هو شبكه واحده اللي هو التوجيه او الاورينتيشن عندنا. ايه اللي هيعمله لي بقى الخط؟ انحراف خط، هنقولها عامه كده الاول، انحراف ضلع من اضلاع الشبكه اللي عندي اللي هو غالبا هناخده ايه، خط القاعده برضو الثيتا 1 بتاعه. يبقى دلوقتي الشبكه هتتحدد بقى تحديد تام من الاربع عناصر دول، الشكل اختار الشكل عامل ازاي، عندنا الاشكال طبعا عرفناها قبل كده، مقياس الرسم بطول خط او ضلع من اضلاع الشبكه اللي هو خط القاعده، الموضع بتاعي حدد مكانها بالظبط باحداثيات نقطه من النقط اللي موجوده عندي، وبعدين التوجيه اللي هو هيحدد لي مكانها اكتر بانحراف ضلع من اضلاع الشبكه اللي هو هناخده او غالبا بيتاخد انحراف خط القاعده اللي انا هبتدي منه. طيب انا عملت الكلام ده، عندي خط قاعده وعندي احداثيات نقطه وعندي انحراف خط القاعده وعندي الزوايا، وبالتالي من الزوايا هصححها وبعدين احسب اطوال الاضلاع بتاع بقيه الشبكه كلها واخلصها. وبالتالي الشبكه هيبقى تحولت ان في اطوال اضلاع وزوايا، وبعد اطوال اضلاع وزوايا ممكن احسب انحرافات، وبعد انحرافات مركبات، وبالتالي احداثيات لكل النقط اللي موجوده عندي في الشبكه. تمام، اي خطأ بقى في القياسات اللي انا خدتها اللي هي الزوايا اللي اتفقنا في الاول هنرصد الزوايا، اي خطأ في الزوايا ده تأثيره هيبان معايا؟ هيبان لو انا عامله اشتراطات، هيبان لو انا عامله اشتراطات، لكن لو انا مش عامله اي اشتراطات مش هيبان. هقول احداثيات النقطه دي، احداثيات النقطه دي، احداثيات النقطه دي، خلاص هي دي بقت الاحداثيات اللي انا وصلت بيها لما خلصت حسابات. الاحداثيات دي بقى صح او غلط مش عارفه، مدى الدقه فيها ايه برضو ما اعرفش. طب هي هحدد نسبه الخطا ازاي عشان كل شبكه انا بختارها درجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ليها رينج؟ ما اعرفش. فمعنى كده ان انا محتاجه اشتراطات. اشتراطات يعني ايه؟ شرط تحققه الشبكه، شرط معين. ايه الاشتراطات اللي عندي؟ الاشتراطات اللي في الشبكه نوعين. انتوا معايا يا باشمهندسين الصوت واصل وال دكتور مع حضرتك. ايوه دكتور مع الاشتراطات بقى اللي عندنا، الاشتراطات اللي عندنا نوعين، الاشتراطات اشتراطات خارجية وفي اشتراطات تانية اشتراطات داخلية. الاشتراطات الخارجية هتبقى مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالعناصر اللي هتربط لي الشبكة مع غيرها من الشبكات، يعني طول خط القاعدة اللي هو مقياس الرسم، الموضع اللي هو احداثيات النقطة نقطة البداية، التوجيه اللي هو انحراف الضلع اللي موجود عندي. طب دول هيبقى فيهم اشتراطات يعني ايه؟ يعني تحقيق، اقدر اعرف الاطوال اللي انا وصلت لها دي صح ولا فيها خطا، احداثيات النقط اللي انا وصلت لها دي صح ولا فيها خطا، الانحرافات صح ولا فيها خطا. دي اشتراطات خارجيه. الاشتراطات الداخليه هي الاشتراطات برضو اللي في الاخر برضو عايزه تحقق لي تحقيق للاحداثيات برضو اللي انا هحسبها لنقط الشبكه، كلهم طبعا تحقيق للاحداثيات، لان انا في الاخر هسجل النقطه دي مكانها ده اللي متعلم، اللي الناس هتروح تلاقي مخروط كده ناقص من فوق خرسانه وفي علامه ممكن تعمل عليه تسامت وتبدا منه الشغل. النقطه دي احداثياتها صحيحه، ازاي انا عملت كل اللي اقدر عليه في تحقيق الاحداثيات دي ان اوصل لايه، لاكبر قدر من الصحه. طب مش هنقول 100%، هنقول يعني ايه اقرب قيمه للصحيحه اللي عندي.
عن طريق الاشتراطات الخارجية والداخلية دي. نبدأ نشوف هي إيه الخارجية. الخارجية إحنا قلنا مقياس الرسم، لو أنا حسبت كل الأضلاع بتاعة الشبكة لحد آخر ضلع في أضلاع الشبكة، خلاص آخر ضلع حسبت طوله، هو صح ولا غلط؟ طب نسبة الخطأ فيه قد إيه؟ لا، أنا عشان أحدد كده يبقى آخر ضلع أرصده في الشبكة ده المفروض يكون معلوم هو كمان زي خط البداية كده، يبقى ده بيز لاين وده تشيك. التشيك ده يعني أعمل بيه تحقيق، أنا هعمل إيه؟ الطول بتاعه هعينه وأعمل حساباتي خالص عادي، وأجي في الآخر الضلع ده طلع طوله كام؟ أقارنه بالطول المعلوم ليه. طلع زيه بالظبط تمام، طلع اقل او اكتر، اشوف نسبة الخطأ، نسبة الخطأ مسموح بيها ولا لا، وده يحدد طبعا بناء على درجة الشبكة اللي انا شغالة فيها. يبقى ده اول شرط. شرط يعني ايه؟ هو قيمة عندي زيادة موجودة انا عينها للتحقيق في الحالة دي، اللي هو طول الضلع بتاع التحقيق اللي موجود عندي بالإضافة لخط القاعدة اللي انا ابتديت منه. التاني شرط خارجي اللي هو الموضع، زي ما انا بدأت من نقطة معلومة الإحداثيات وحسبت الأطوال وحسبت الإحداثيات، آخر نقطة أو نقطة تانية، مش هنقول آخر نقطة، نقطة من نقط الشبكة تكون هي كمان معلومة الإحداثيات بالإضافة لنقطة النقطة الأولى اللي أنا بدأت منها، اللي أنا بدأت منها الحسابات بتاعي. النقطة دي ممكن تكون أي نقطة على فكرة، بس غالبا بتتاخد برضو إيه زي ما قلنا البيز كده، الموضع والاتجاه بيتاخدوا عليه أو بالنسبة له، برضو التشيك بتاع الموضع والتوجيه بيتاخدوا على التشيك بيز اللي عندي أو القاعدة بتاعة التحقيق أو خط القاعدة التاني بيسموه. فلو أنا عندي إكس 2 وواي 2 معلومة بالإضافة لإكس 1 وواي 1، يبقى أنا حققت شرط، بقى في عندي حاجة زيادة أقدر أتحقق بيها شغلي غلط ولا صح، وأقدر أحدد نسبة الخطأ بتاعي. نفس الكلام بالنسبة للتوجيه. التوجيه أنا بدأت من ضلع معلوم انحرافه، لو في شرط زيادة في عملية التوجيه، إيه هو الشرط ده؟ إن يبقى في انحراف ضلع تاني من أضلاع الشبكة، أي ضلع من أضلاع الشبكة غير ضلع البداية ده أو خط القاعدة ده يكون هو كمان معلوم الانحراف بتاعه، اللي هو برضو غالبا هيبقى ايه، خط القاعدة التاني او خط التحقيق اللي موجود عندنا. مش موجود يبقى انا عندي مفيش شرط، يبقى هاخد بالارصاد اللي وصلهم الارصاد، ويبقى في عندي شك، مش هقدر احقق اذا كانت الارصاد صح ولا غلط، ومش هقدر ازيل الغلط ده لو هو موجود، مش هقدر احدد نسبة الخطأ ده مسموح ولا مش مسموح. يبقى انا عشان اعمل شبكة في مجموعة من العناصر، مجموعة العناصر دي اللي هي الشكل ومقياس الرسم والموضع والتوجيه. المقياس الرسم والموضع والتوجيه الشروط فيهم الإضافية هتحقق لي اشتراطات خارجية بتمكنني إن أنا أوصل لإحداثيات أو أصحح الإحداثيات اللي أنا وصلت ليها. نيجي بقى للاشتراطات الداخلية اللي احنا اتفقنا عليها إن هي تبقى خاصة بموضوع الشكل، يعني خاصة بالشبكة من جوه وشكلها، اللي هو بيحدده لي ايه؟ الأرصاد اللي أنا خدتها، هي الزوايا. أنا الشبكة حددت شكلها عن طريق الزوايا، وحددت طبعا النقط بقى في بينها أضلاع بوجه عليها، رصدت الزوايا. الاشتراطات الداخلية دي مرتبطة بالأرصاد اللي موجودة في الزوايا عندنا. قبل ما نشوف بقى الكلام المكتوب ده، نبص على المثلثين دول، المثلث اللي فوق ده والمثلث اللي تحته. المثلث اللي فوق ده بيقول لي كده باختصار الفكرة بتاعت يعني ايه شرط موجود عندي في شكل، اي شكل. انا في مثلث معلومة عن منه القاعدة الاولانية اللي هي تحت دي، القاعدة دي معلومة الطول، عشان احدد وانا برسم على الورقة بتاعي عادي خالص احدد الرأس التالتة بتاعت الايه المثلث، مطلوب مني ايه؟ لو في الزاوية واحد والزاوية اتنين، قيمة الزاويتين دول هوقعهم من نقطة القاعدة الأولانية دي ومن نقطة القاعدة التانية دي، وهيتقاكل الاتجاهين في النقطة بتاع الرأس بتاعة المثلث النقطة التالتة. ده كفاية خالص. يبقى عشان أوقع نقطة جديدة من خط معلوم محتاجة رصدتين، رصدتين اتنين بس. طيب لو أنا وأنا برصد واحد وبرصد اتنين فيهم خطأ، أي واحدة فيهم خطأ ولو شوية صغير، مش هيبان، مفيش عندي حاجة زيادة أتأكد. طب نبص بقى على اللي تحته. اللي تحته أنا لما جيت رصدت واحد ورصدت اتنين ورصدت تلاتة،
لو الخط ألف ب مثلا، لو سميناه ألف ب اللي هو خط القاعدة، ده معلوم طوله ورسمته وحددته بقيمة الزاوية 1 وبقيمة الزاوية 2، هجيب الرأس دي. طب وتلاتة؟ تلاتة لو جيت أوقعها على الرسمة وطلعت مظبوطة هيبقى الكلام مظبوط، لو طلع فيها خطأ يبقى في عندي نسبة خطأ. طب الخطأ ده المفروض يخضع لإيه؟ المفروض ان انا هقول ان انا ما اعرفش بقى الخطأ فين، الخطأ في واحد ولا في اتنين ولا في تلاتة، انهي منهم بالظبط ما اعرفش. لا بس في حاجة بتضمهم هما التلاتة، ان هما كزوايا مثلث، زوايا داخلية طبعا للمثلث، مجموعهم 180 درجة، يبقى ده شرط. الشرط ده ممكن اطبقه عليهم بقى، اقول ان واحد واتنين وتلاتة فيهم المفروض مجموعهم يبقى 180 درجة، اجمعهم هيطلع فيهم خطأ. طبعا ابسط حاجه لو احنا بنتكلم على شكل بسيط زي ده، ممكن نقول الخطا ده نوزعه عليهم هم الثلاثه بالتساوي، او نوزعه بنسبه على حسب قيمه كل زاويه، او نوزعه على حسب الوزن والثقه فيها، حاجات بقى تانية كتير. بس المهم ان انا في عندي خطا وهوزعه او هحسبه في كل واحده من الثلاثه، مش هقدر اقول ان القيمه بتاعت الزاويه ثلاثه بس هي اللي غلط، لا اكيد واحد واثنين وثلاثه، ما اعرفش كل واحده فيهم خطا قد ايه، ولا في واحدة فيهم ما فيهاش خطأ او الاتنين التانيين فيهم او اي حاجة. دي الفكرة كده بتاع شبكة المثلثات. انا لما باجي ارصد لمثلث زي ده ما برصدش رصدتين، لا برصد اكتر، برصد ثلاثة، برصد اربعة، برصد خمسة، برصد اكتر، بس ما كترش برضه قوي عشان ده في الاخر كله هيخضع لحسابات عشان اوصل للقيم الصحيحة، فمش هطول الحسابات واعقدها يقوم يحصل فيها هي اصلا خطأ. طبعا حاليا مش وارد الحكايه دي عشان في برامج وحاجات هتساعدني في الحل، مش هحل مانوال زي ما احنا هنعمل في التصحيح بتاعنا. طب مبدئيا بقى نرجع نقول ايه، ان انا لو عندي خط ببتدي منه، طب الخط ببتدي منه، طب ما هو ده اللي احنا قلناه في الجزء ده، انا عندي خط قاعده وببتدي منه عن طريق الزوايا اوقع بقيه النقط او احسب احداثيات بقيه النقط. لو انا عندي خط ببتدي منه عايزه اوقع نقطه جديده، يبقى انا محتاجه كام رصده؟ محتاجه اتنين. فبالتالي هنلاقي ان عموما بقى في الاشتراطات الداخليه عشان احدد انا عندي ارصاد زياده ولا لا، ولا شكلها ايه، اقول اي شكل، اي شكل او اللي هو شبكه بقى بالنسبه لنا، عايزه احدد الارصاد الضروريه فيه هو عباره عن اتنين نون، اتنين مضروبه في نون ناقص اتنين، يعني اخد نون اشيل منها اتنين بعدين اضربها في اتنين. ليه؟ بشيل الاتنين دول اللي هما النقطتين اللي موجودين اصلا، انا عندي شكل بقى شبكة، نفترض ان المثلث ده هو شكل الشبكة اللي عندي، عندي النقطتين الاولانيين اللي هما طرفين بتوع خط القاعدة، دول مش دول موجودين مش محتاجين ارصاد، فبشيلهم وبعدين اضرب في اتنين، عشان كل نقطة جديدة عايزة اوقعها او احدد مكانها محتاجة رصدتين. فالقانون ده جاي من كده، نون هي عدد نقط الرؤوس بتاعت شبكة المثلثات، بين قوسين اهو طرحنا اتنين، ليه؟ اللي هم عدد النقط بتوع خط القاعدة المعلوم، عندي خط القاعدة معلوم فله طرفين اللي هم نقطتين شلتهم. طيب انا لازم الشبكة يبقى فيها ارصاد زيادة، ده الضروري، يبقى انا لو عايز اعمل شبكة زي دي هاخد اتنين كفاية، لا هنرصد التالتة دي يبقى هم تلاتة. لا طب ما انا ممكن ارصد الزوايا الخارجية كمان، ارصد الزوايا الخارجيه كمان، بما ان انا برصد زوايا بس يبقوا سته. طب كل ما ازود هيديني حاجه اسمها شروط. نرجع نشوف بقى الارصاد اللي عندي، يا اما ارصاد غير شرطيه يعني ما فيهاش شروط، اللي انا رصدته هو الضروري وبس، يعني مثلث زي ده انا رصدت واحد واثنين وبس وانتهى الموضوع، او ارصاد شرطيه يعني فيها شروط، يعني فيها ارصاد زياده فبالتالي هتحقق لي شروط اقدر احدد منها قيم تصحيحات للزوايا، لو عدد الارصاد الكليه اللي انا رصدته اكبر من عدد الارصاد الضروريه، زي المثلث ده، المثلث ده انا رصدت فيه كام رصده؟ رصدت ثلاثه، طيب وهم الضروري كام؟ الضروري اتنين، يبقى في عندي شرط، ايه الشرط ده؟ ان مجموع الثلاث زوايا 180 درجه مثلا. يبقى انا عندي عموما الارصاد لو انا نازله كده اعمل شبكه، شبكه مثلثات، بيبقى الارصاد عندي غير شرطيه اللي هي الارصاد اللي انا هاخدها كلها بتساوي الضروري لرصد الشبكه او لتوقيع الشبكه اللي عندي، او ارصاد شرطيه اللي هو الارصاد بتكون اكبر من عدد الارصاد الضروريه. طبعا ممكن يكون الارصاد الكليه اقل، وطبعا دي حاجه مش بتحصل، لان اقل يبقى مش هقدر ارسم الشبكه اصلا.
كمان اللي هي الغير شرطية ما بلجأش ليها في أي حاجة مساحية أصلا، مش الشبكات بس، دايما باخد أرصاد زيادة، دايما بنخلي الأرصاد بتاعتنا شرطية، يعني عدد الأرصاد اللي أنا رصدتها أكبر من الضروري عشان عملية التحقيق زي ما قلنا. طيب أنواع بقى الاشتراطات الداخلية، الداخلية يعني اللي احنا اتكلمنا عليهم، ايه اللي هيبقوا خاصين بتوقيع الشكل، اللي خاصين بالشكل يعني اللي هستخدم فيهم قيم الزوايا اللي مرصودة 1 و2 و3. أنواع الاشتراطات دي ايه بقى؟ أنواع الاشتراطات شروط محلية وشروط مثلثية وشروط ضلعية. يبقى أنا عندي يا محلي يا مثلثي يا ضلعي، وهنفهم بقى كل واحد فيهم معناه ايه وبيبقى ازاي. نبدأ بقى في الاشتراطات الداخلية في شبكات المثلثات. أول نوع زي ما قلنا الشرط المحلي. الشرط المحلي يعني ايه؟ محلي يعني موجود في محل معين عند نقطة معينة، يبقى شرط محلي. انا اشوف النقطة دي خارج منها 3 اتجاهات، رصدت الثلاث الزوايا اللي ما بين خارج منها، معلش انا اسفة، 4 اتجاهات، رصدت الثلاث زوايا اللي ما بين ال4 اتجاهات دول، الزاوية 1، الزاوية 2، الزاوية 3. برضو هنا ال4 الاتجاهات رصدت الزاوية 1 ورصدت الزاوية 2 ورصدت الزاوية 3. وبعدين هنا في الشكل الأولاني رصدت الزاوية الخارجية بتاعتهم اللي ما بين أول اتجاه وآخر اتجاه من بره، بحيث المجموع ال4 زوايا اللي مرصودين قدامي 1 + 2 + 3 + 5، مجموعهم المفروض يساوي 360 درجة، لأن هم عبارة إيه عن مجموعة زوايا حوالين نقطة. يبقى ده شرط محلي مرتبط بنقطة. يبقى لما أجي أنا أمسك شبكة كده وأدور على شروط محلية بدور عن نقط، محلي يعني بياخد محل معين يعني نقطة معينة. طبعا أنا واقفة عند نقطة، شكل الأرض مش هيفرق معايا، أنا واقفة عند نقطة ما اتحركتش منها، ما بانش معايا بقى لا انبعاج ولا تطور ولا أي حاجة. مجموع بقى الشرط بيقول لي إن الزاوية 1، طب هو مجموع 1 و2 و3 و5 اللي انا رصدتهم فعلا لما جمعهم على 360؟ طبعا ممكن لا، ممكن اه ممكن لا. فانا هفرض ايه، سواء اه او سواء لا، هفرض ان الزاويه الاولى بلس تصحيح زائد تصحيح هضيفه ليها، يبقى 1 + 1 معناها 1 دي اللي هي قيمه الزاويه بالدرجات والدقائق والثواني، قيمه الزاويه المرصوده بالدرجات والدقائق والثواني، زائد تصحيح انا هضيفه قيمه جبريه، معرفش القيمه اللي لا قيمه ليها اشاره، فيه واحد دي ممكن تكون موجب ممكن تكون سالب، ممكن اكيد هتبقى بالثواني طبعا، ولا يبقى انا بهرج في الرصد اصلا. زائد الزاويه الثانيه يعني قيمه الزاويه 2 اللي مرصوده بالدرجات والدقائق والثواني، زائد تصحيح هضيفه ليها عشان تحقق الشرط ده، زائد الزاوية 3 زائد تصحيح هضيفه للزاوية 3، زائد الزاوية 5 زائد تصحيح مضاف للزاوية 5، كل ده المفروض يساوي 360 درجة. ده بنسميه الشرط المحلي. طبعا الشروط دي معناها ايه في الآخر؟ معناها معادلة رياضية. هجمع الشروط في الآخر كلها، يعني هجمع معادلات رياضية وحلها مع بعض. فأنا قبل ما بسيبها بظبطها على شكل جاهز للحل، معادلة. طبعا الزاوية 1 معلومة لأن أنا رصدها بالدرجات والدقايق والثواني زي ما قلنا، نفس القصة 2 معلومة، نفس الكلام 3 معلومة، نفس الكلام 5 معلومة، نفس الكلام 360، ده الشرط بتاعهم. فممكن المعادلة دي في الآخر أكتبها على صورة إن فيه 1 اللي هو التصحيح بتاع الزاوية الأولى، زائد فيه 2 التصحيح للزاوية الثانية، زائد فيه 3 تصحيح الزاوية الثالثة، تصحيح الزاوية الخامسة اللي اترصد اللي ترقيمها 5، كل ده زائد قيمة معينة أكيد هتبقى بالثواني، اللي هو هيطلع من إيه القيمة بتاع 1 + 2 + 3 + 5 = 360 درجة. يبقى أنا هاخد ال 360 ده أنقلها من الطرف الشمال للمعادلة، أدخلها مع الطرف اليمين عشان تبقى المعادلة صفرية في الآخر. يبقى لام ده هنجيب قيمته إمتى؟ لما ناخد مثال بقى بالأرقام، 1 قيمتها كام و2 قيمتها كام و3 و5 قيمتهم كام. مجرد ان انا اجمع 1 و2 و3 و5 اطرح منهم 360، يبقى هو الرقم لام ده اللي هيبقى غالبا طبعا بالثواني، تبقى دي المعادله الاولى. المعادله الاولى دي فيها كم مجهول؟ المجاهيل بتاعه الزوايا اللي دخلت عندي في تكوين الشرط، ازاي مجهول.
تصحيح في الزاوية واحد، تصحيح للزاوية اتنين، تصحيح للزاوية تلاتة، وتصحيح للزاوية خمسة. يبقى كده جهزنا الشرط ده. حد عنده مشكلة في الشرط ده؟ مفيش. الشرط المحلي التاني اللي ممكن يكون موجود عندنا على الشكل التاني اللي مرسوم قدامنا ده، برضو الزوايا واحد واثنين وثلاثة رصدناهم كل واحدة منفردة، وبعدين رصدنا من الاتجاه الأول للاتجاه الأخير كلهم مع بعض وسميناها الزاوية أربعة. يبقى إيه الشرط؟ تساوي قيمة الزاوية مع مجموع مكوناتها. أدي الزاوية أربعة ومع مكوناتها واحد واثنين وثلاثة، برضو ده محلي عشان بيحصل محلي عشان بيحصل عند نقطة، عند نقطة زاوية بتساوي مجموع المكونات بتاعتها. الشرط هيتكتب ازاي؟ ان قيمة الزاوية واحد زائد التصحيح بتاعها زائد اتنين زائد التصحيح زائد تلاتة زائد التصحيح، المفروض كل ده يساوي اربعة المصححة هي كمان. اربعة المصححة بتيجي منين؟ من القيمة المرصودة للزاوية اربعة زائد التصحيح اللي هيتضاف ليها. طبعا ايه القيم بتاعت الزوايا هتبقى مرصودة هتبقى موجودة، احنا كاتبين واحد ده اسم الزاوية بس اللي احنا حاطينه على الرسم، اسم الزاوية حاطينه على الرسم واحد واثنين وثلاثة عشان يبقى سهل نتعامل معاه بس واحنا بنتكلم. طبعا واحد واثنين وثلاثة واربعة قيمهم موجودة، لو جمعت قيمة واحد زائد اثنين زائد ثلاثة وطرحت منهم اربعة هيديني اللام اللي في المعادلة دي، بحيث يبقى ده معادلة برضو صفرية، فيها اربعة اللي كانت موجودة على الطرف الشمال هندخلها في اليمين فتروح بإشارة مخالفة تبقى ناقص. ويبقى المعادلة دي زي المعادلة دي، أدي فيه واحد اتنين تلاتة ناقص فيها أربعة زائد القيمة لام اللي عندنا هتساوي الصفر اللي قدامنا. ده ممكن بيحصل إمتى؟ لو عندي شبكة وعايزة أدور على شرط محلي أروح عند النقط، أدور على الشرط المحلي عند النقط، ألاقي شكل زي ده أكون المعادلة بتاعته، ألاقي شكل زي ده أروح برضو أكون المعادلة بتاعته. يبقى احنا بنقول المثالين دول ليه؟ عشان لما اجي اكون عندي شبكة كبيرة او بسيطة يعني اي شبكة او عايزة ادور على الشرط المحلي انا هتوجه للنقط على طول، ادور على الحالة دي او الحالة دي، او طبعا لو الاتنين موجودين او موجودين اكتر من مرة زي ما هنشوف. ده الشرط المحلي. الشرط بقى المثلثي، الشرط المثلثي زي الشكل اللي احنا قلنا عليه من شوية، مثلث طبعا ده مثلثي عشان بيعتمد اساسا على شكل مجموع الزوايا بتاعه المضلع الداخليه. طبعا المضلع الاساسي اللي في شبكه المثلثات هو المثلث، فبقى اسمه الشرط المثلثي. لمجموع الزوايا الداخليه 1 و2 و3 هيبقى 180 ايه درجه. طب يبقى ايه القاعده بتاعتي؟ مجموع الزوايا الداخليه للشكل بعد التصحيح طبعا المفروض يساوي المجموع الهندسي للزوايا بتاعه اللي هو المجموع النظري للزوايا بتاعه. المجموع الهندسي للزوايا ده اللي هو المجموع النظري المفروض يتحقق هو 180 مضروبة في نون ناقص 2، نون عدد نقط الشكل أو المضلع اللي أنا شغال عليه. يعني أنا لو شغالة على شكل ثلاثي 3 ناقص 2 81، وده ال 180 درجة بتاع المربع بتاع المثلث. لو شغالة رباعي يبقى 4 ناقص 2 2 في 180 يبقى 360 درجة، خماسي وهكذا. يبقى المجموع الداخلي بتاع الزوايا المفروض بيحقق شرط معين اللي هو المجموع الهندسي للزوايا على حسب الشكل اللي عندنا، سميناه مثلث عشان الوحدة الأساسية بتاعتنا في الآخر لما بنبص على أي شبكة بتلاقيها متقسمة لمجموعة من المثلثات المرتبطة ببعضها. يبقى أنا عشان أدور على شكل مثلثي أنا بغطي مساحة، مساحة بتاعة المثلث ما بيبقاش موجودة عند نقطة معينة. عشان كده بنقول المجموع الهندسي للزوايا ده المفروض مضاف ليه قيمة زيادة كرية علشان شكل الأرض اللي فيه تكور، الخط ده في الحقيقة مش بيبقى خط مستقيم هيبقى كيرف شوية. هنهمل احنا دي لأن احنا بنشتغل على مساحات تأثير الزيادة الكرية فيها هتبقى صغيرة قوي. ليه مساحات؟ لأن أنا بتكلم على كل مثلث لوحده مش الشبكة كلها من أولها لآخرها. المعادلة بقى بتاعت اللي قدامنا ده لو احنا بنتكلم على مثلث بسيط خالص، الزاوية واحد بعد التصحيح زائد الزاوية اتنين بعد التصحيح زائد الزاوية تلاتة بعد التصحيح بيساوي 180 درجة. طبعا الزاوية واحد بعد التصحيح يعني ايه؟ القيمة واحد اللي انا رصدتها هضيف ليها التصحيح
اللي واجب اضافته ليها. كلمة اضافته دي مش معناها زائد او حسب ما هو يطلع بقى، اضافته باشارته اللي هتطلع. الزاوية 2 المصححة هي القيمة المرصودة للزاوية 2 زائد التصحيح بتاعها. الزاوية 3 المصححة هي القيمة المرصودة للزاوية 3 زائد التصحيح بتاعها. طبعا انا لما في الاخر خالص بجمع معادلات وبحلها، ممكن تصحيح من دول يطلع بصفر، يعني كانت مرصودة سليمة وبتحقق الشرط بتاعي. هي هتحقق الشرط بتاعي ده بس؟ لا، هي مش هتحقق الشرط بتاعي ده بس، ده هتبقى الشبكة كبيرة وانا هكتب الشروط كلها مع بعض واحلها مع بعضها، لان الزاوية 2 دي ممكن يكون المثلث مكمل كده هنا، والزاوية دي 2 في جنبها هنا 4، واتنين بتدخل مع 4 في شرط تاني، شرط مثلا محلي زي ما قلنا من شوية، يبقى هنا 2 وهنا 4، واللي بتكملهم من بره مثلا مرصودة، وهكذا. بيبقى في معادلات كتير، في زوايا مشتركة في أكتر من معادلة منهم، يعني داخلة في حساب أكتر من شرط، وبالتالي لازم يتحلوا كلهم مع بعض بحيث يحققوا الشروط كلها في وقت واحد، وده اللي هنعمله. لكن حاليا احنا بنحط لكل الزاوية بما ان هي مرصودة لسه وما تصححتش لسه، بضيف لها تصحيح. الا عايز بقى اضيف اذا قال لي التصحيح. ايه، اذا قال لي الزاوية 2 دي كانت زاوية، دي زاوية مرصودة ومتصححة من شبكة سابقة، يعني دي كانت جزء في شبكة قديمة وانا اضفت بس الضلع ده وبدأت اكمل. ماشي يا سماحة، ده ايوه لو عندي مثلا شبكة يعني مثلث جنب ده كمان، اه، الزاوية واحد ديت مش معايا، مش مرصودة، ده احنا هنشوف الحالات دي يا باشمهندس دلوقتي. ما ادخلش في المثلث ده واحل التانية الأول ولا أعمل إيه؟ لا، احنا بنحل بطريقة، طريقة الحل بتاعت المعادلات دي اصلا مش هناخدها النهاردة، هناخدها المرة الجاية. احنا بنكتب كل الشروط اللي موجودة عندي في الشبكة، كل الشروط للمثلث ده والغيره والغيره والغيره، شروط محلية ومثلثية وضلعية، واجهز كل الشروط للشبكة اللي قدامي في الشكل ده، معادلة صفرية كده، يعني كل معادلة، كل شرط هيديني معادلة واحل الثلاث شروط واحل مع بعض، المعادلات بقى مع المعادلات بعض في بالشكل اللي الاخر يديني المجاهيل بحيث اللي عندي، يحققوا لي كل الشروط في وقت واحد. تمام، يبقى كلهم المفروض يبقوا من نفس الشبكة، من نفس ال... نفس نفس ال... الشبكة. اه اه، نفس كلهم على نفس الشبكة. خلاص تمام. ما هي، ما هنا احنا اللي راسمينه ده مثال كده صغير عشان نشرح عليه، لكن انت لما هتشتغل هتشتغل على شبكة، وتطلع كل شروطك الاول مرة واحدة، وبعدين تعمل لها تصحيح، تحل المعادلات مع بعض يعني، وتقيم القيم فيه واحد وفيه اتنين وفيه تلاتة، وكل الفيهات لو هم عندك 20 رصدة، 20 زاوية يعني اتقاست، يبقى تجيب تصحيحات لل20 زاوية، وبعدين تحسب الزوايا المصححة، بعد كده تبدأ تكمل حساباتك من حيث حساب الأضلاع بقى والمركبات والانحرافات والكلام ده. لكن تمام أنا هجهز لكل الشبكة كل الشروط، محلي ومثلثي وضلعي، واجهزهم في الصوره دي وبعدين احلهم مع بعض. اللي انا بقوله ان انا ممكن حتى بعد لو ما جزء احل، كمل لجزء تاني، يعني الجزء دوت مثلا الزاوية ديت هتكملها زاوية بمكان تاني من جنبها مثلا، اه يعني شرط ممكن طبعا. هيحققه مثلث والشرط جنبه لأ. اه، انت قصدك ان الزاويه اللي انا دخلتها في الشرط ده ممكن تدخل في شرط تاني؟ اه طبعا، شرط تاني معايا. اه اه تدخل في شرط تاني يخص الشبكه دي. تمام. انا ممكن كمان الاقي، انا ممكن الاقي انحراف، قصدي تصحيح، بعد ما اخلص الاقي تصحيح من دول بصفر، يبقى خلاص دي كانت مرصوده صحيحه. امتى انا ما احطش اللي انا كنت بتكلم فيه بقى قبل لما الباشمهندس يتكلم، امتى التصحيح ده ما احطوش؟ يعني واحد اكتبها واحد بس من غير تصحيح، لو هي كانت زاويه في شبكه قديمه واترصدت واتصححت، والقيمة اللي قدامي دي مش أنا اللي رصدها، دي قيمة اتصححت قبل كده، في الحالة دي أخدها بقيمتها إيه زي ما هي، وأحط ما أحطش لها تصحيح بقى خلاص. أعمل حسابي على حاجة ممكن تقابلني زي دي. إيه كده دكتور، الشرط؟ هو يعني ايه مضافة لها قيمة؟ ايه الزيادة الكرية ديت ولا؟ الزيادة الكرية دي إن المجموع الزوايا المثلث اللي قدامنا، ولو هو مرسوم على إنه مستوي، السطح بتاعه مستوي، الخطوط اللي واصلة ما بين رؤوس المثلث خطوط مستقيمة مش منحنية، بيبقى مجموعها ب 180 درجة. تمام؟ تمام. لكن لو هي في الحقيقة الأطوال الأضلاع دي 20 كيلو متر طول الضلع منهم مثلاً،
انا وارد كده ان الخط ده في الطبيعة ما يبقاش خط مستقيم كده، يبقى هو كيرف واخد شكل سطح الارض شوية، فلما اجي ارسم كل الاضلاع بتاعة المثلث مش هرسمها كيرفات شوية كده، هرسمها كيرفات شوية كده، فالمجموع النظري اللي احنا بنحسبه بالقانون ده معمول للشكل وهو مستوي، الخطوط بتاعته خطوط مستقيمة، فبيبقى في عندي الرقم اللي هو 180 و360، لكن لو خدنا في الاعتبار كروية الأرض هيبقى في قيمة كده صغيرة بتضاف لل 180 درجة أو ال 360 أو ال 540 على حسب الشكل اللي عندي. القيمة دي دلوقتي وإحنا شغالين في مثلثات كده صغيرة بنقول عليها صغيرة قوي وما بتأثرش، لحد ما يكون مساحة المثلث تقريبا 200 كيلو متر مربع فهعملها، لكن لو انا هشتغل على اكبر من كده لازم نبقى عارفين ان لما افتح اي كتاب والاقي قيمة للزيادة الكرية بتتحسب وبتضاف وبتدخل معايا في الحسابات ابقى فاهمة ليه. تمام. تمام يا دكتور، تمام. نيجي بقى نرجع تاني الشرط المثلثي، المثال اللي قدامنا ده هو مثال لمثلث، هو ابسط شكل ممكن اتعامل معاه، مجموع الزوايا بتاعه 180 درجة، وادي الشرط في صورته النهائية اللي هتبقى جاهزة للحل. الشرط المثلثي بقى لو شكل رباعي مرصود القطرين، احنا هنحاول بقى ايه كل ما ناخد حاجة نبقى في دماغنا الاشكال اللي هي الوحدات الاساسية اللي بتكون الشبكة. طبعا انا برضو لما رسمة شكل رباعي مرصود القطرين هو ده الشبكة بس، لا ده جزء من الشبكة اكيد، هي مكملة، احنا بنعملها سلسلة او مستمرة، يعني ده هيبقى حواليه كده او ماشي في امتداد الشريحة اللي قدامنا في الطول او في الارتفاع، في الارتفاع ممتد. احنا بناخد مثال واللي هنعمله على الوحدة الصغيرة هنعمله على الشبكة الكبيرة. النهاردة غالبا هناخد وحدات كده ونشتغل عليها، المرة الجاية هناخد بقى الشبكة نكبرها شوية تبقى تداخل اكتر من مثلث، مثلث وشكل ذو مركز، ونبدأ نشتغل عليها وبعدين نحل بقى كمان. النهاردة برضو مش هنحل، احنا هنتكلم في الشروط بس. الشرط المثلثي في الشكل الرباعي اللي قدامي، طبعا الشكل الرباعي نفس اللي احنا قلناه من شوية، مجموع الهندسي للزوايا في الشكل الرباعي يبقى 360 درجة، أهو أول شرط. 360 درجة دول مين؟ مجموع الزوايا الداخلية كلها، الرباعي اللي مرصود القطرين أنا رصدت واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لحد ثمانية، رصدت ثمان زوايا. ممكن أكون في الشكل الرباعي مرصود القطرين الشرط الأول ده، إن في واحد المصححة زائد اثنين المصححة زائد ثلاثة المصححة زائد كلهم بعد التصحيح المفروض يساوي 360 درجة. هسيب الشرط على كده؟ لا طبعا، هعمله زي اللي فات، المفروض ان يبقى في معادله بقى نهائيه هي مش مكتوبه قدامنا دلوقتي، اللي هي ايه؟ اللي هي التصحيح فيه واحد زائد فيه اتنين زائد فيه تلاته زائد فيه اربعه زائد لحد فيه تمانيه زائد لام. لام ده هيتحسب منين؟ من قيم الزوايا وال 360 درجه، الكلام ده يساوي صفر. حد عنده مشكله؟ تمام. او في الشكل الرباعي المرصود القطرين انا ممكن احقق شرط مثلثي بطريقه تانية، الزاويه واحد واثنين لو بصينا لهم المثلث ده والمثلث اللي قدامه ده اللي بيقابله بالراس مشتركين في الزاويه المقابله بالراس دي، الزاويه دي هي دي، يبقى مجموع الزاويه واحد واثنين هو هو خمسه وسته. تاني، المثلث اللي قدامنا، المثلث اللي قدامنا مثلا لو عملنا له التهشير كده لو قلناه اي حاجه، المثلث ده اللي احنا بنخطط جواه ده مع المثلث المقابل ليه بالراس اهو زي اللي قدامه مقابل ليه بالراس ده، الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتقابل بالراس اهو من الزاويتين، يبقى واحد واثنين مجموعهم هو نفسه المفروض خمسه وسته على اساس ان اي مثلث مجموعه 180 درجه، يبقى ادي الشرط اللي عندنا واحد واثنين المفروض هيساوي خمسه وسته، واحد المصححة زائد اتنين المصححة هيساوي خمسة المصححة زائد ستة المصححة. الشرط في شكله النهائي فيه واحد زائد فيه اتنين زائد فيه خمسة زائد فيه ستة زائد قيمة اللي هنسميها دلوقتي لام المفروض بيساوي صفر، ويبقى ده شكل الشرط اللي عندنا. نفس الكلام لو عملنا له المثلثين المتقابلين التانيين، هنلاقي ان التلاتة المصححة زائد اربعة المصححة بيساوي سبعة المصححة زائد تمانية المصححة. طبعا الشكل هظبطه في ايه؟ التصحيح التلاتة زائد التصحيح أربعة زائد التصحيح ناقص التصحيح سبعة ناقص التصحيح تمانية المفروض زائد لام بيديني بيساوي صفر.
طبعا الشرط اللي فوقه كان برضو 1 زائد 2، التصحيح 1 زائد التصحيح 2 ناقص التصحيح 5 ناقص التصحيح 6، لأن هو على الطرف الشمال هيروح اليمين بإشارة مخالفة، وأساوي الكلام ده بالصفر. اللام هحصل عليها إزاي؟ من القيم بتاع 1 و2 و5 و6، من القيم بتاع 3 و4 و7 و8، يعني من قيم الزوايا اللي مرصودة اللي موجودة عندي. طب هل أنا ممكن لو شكل زي ده كده قدامي عايزين نطلع شرط مثلثي بالاعتماد على مثلثات زي ما قلنا من شوية؟ شرط مثلثي بالاعتماد على مثلثات نعمله ازاي؟ ناخد المثلث اللي فوق ده، المثلث اللي انا هعمل جواه نقط كتير كده، المثلث اللي كله نقط ده، ده مثلث صح؟ المثلث ده بيحقق ايه؟ ان الزاوية 1 المصححة زائد 2 المصححة زائد 7 المصححة زائد 8 المصححة بيساوي 180 درجة. حد عنده مشكلة في دي؟ زيه بالظبط المثلث اللي تحت، 3 المصححة زائد 4 المصححة زائد 5 المصححة زائد 6 المصححة بيساوي 180 درجة. طب انا هختار انهي 360 ده، ولا مثلث اللي فوق 180، ولا مثلث اللي تحت 180، ولا ممكن اعمل مثلثات تانية؟ طبعا ممكن اعمل مثلثات تانية، ممكن اعمل مثلث ده. شبه هو الرسم ايه، بطيء وتقيل شوية. ممكن اعمل المثلث ده ويبقى 5 و6 و7 و8 180 درجة، وممكن اعمل المثلث اللي بيكمله. انهي فيهم هختاره؟ انا كده بقى عندي اختيارات كتير قوي. لا، انا هحدد اصلا العدد، عدد الشروط المثلثية بناء على عدد الأرصاد اللي عندي والعدد الضروري، وأحدد نوع كل شرط، وأحدد أنا عايزة كام شرط مثلثي. ولما أحدد أنا عايزة كام شرط، لو أنا عايزة شرط واحد هاخد أي واحد فيهم، عايزة شرطين أخد المثلثين دول، طب عايزة ثلاثة ينفع أخد المثلثين اللي هو واحد فوق ده وواحد تحت، واحد كبير اللي فيه 1 و2 و7 و8، والمثلث التاني فيه 3 و4 و5 و6، ويبقى دول شرطين. وبعدين الشرط كله الكبير بتاع الشكل الرباعي ان كل الزوايا 360، لا ما ينفعش. ليه؟ لان الشرط اللي قدامنا ان مجموع الزوايا 360 اللي احنا كاتبينه بالفعل ده هو مجموع الشرطين بتاع المثلث ده لوحده والمثلث ده لوحده، لما اجمعهم على بعض يدينا ده. طب ايه الحكايه؟ لا، الحكايه ان انا احدد انا محتاجه كام شرط، دي اول حاجه، مثلثي بناء على الارصاد زي ما هنشوف كمان شويه. وبعدين انا هاخد انهي شروط؟ هاخد الشروط بحيث تحقق حاجه معينه انها تكون مستقله عن بعضها، يعني ما ينفعش استنتج شرط من شروط تانية اتكتبت. لا، الشرط اللي بكتبه جديد ده لازم يبقى فيه اضافه، لازم يبقى فيه ارصاد جديده داخله فيه، يضيف لي حاجه للموضوع، ما هوش مجموع الاثنين اللي قبله مثلا، او طرح الاثنين اللي قبله، لا مستقل، يعني ما ينفعش استنتجه من اللي قبله. دي هنتعود عليها لما نحل بقى تمارين ونشوف اشكال للشبكات مع بعضها. يبقى انا في الشكل الرباعي المرصود القطرين ده اشكال مختلفه اهيت للشروط المثلثيه اللي ممكن اكتبها، طبعا بالاضافه للمثلثات اللي ممكن اكونها بس تكون معلوم الزوايا بتاعتها مرصوده. يبقى الزوايا المصححه بتساوي 180 لو مثلث، لو خدت الرباعي كله هتبقى 360، بس راعي في الشروط بتاع انها تكون مستقله عن بعضها، ما هياش مستنتجه من بعضها. الشرط الضلعي بقى، احنا فهمنا الشرط المثلثي اللي هو بيغطي مساحه معينه، مجموعه زوايا بتحقق شرط لشكل هندسي معين، وخدنا الشرط المحلي اللي هو بيحقق شرط برضه هندسي معين عند نقطه في محل معين عند نقطة معينة. الشرط الضلعي، الشرط الضلعي من اسمه هو معتمد على الأضلاع نفسها. طب هي إيه الفكرة أصلا في حكاية الشرط الضلعي؟ فكرة في حكاية الشرط الضلعي إن أنا لما باجي عندي مثلا الشكل ألف ب ج د، شكل مرصود القطرين زي اللي كنا راسمينه من شوية وإحنا بنستنتج الشرط المثلثي، عندي ألف ب ده خط مثلا قاعدة، في نقطتين جداد جيم ودال عايزة أوقعهم، من ألف الزاوية 1 ومن ب الزاوية 2 و3، جبت جيم خلاص، جيم هيبقى لها حل واحد دلوقتي عشان هي أول زاوية أنا وقعتها.
طيب ولو عايزة أرصد دال هيبقى ليها كذا مسار، يا إما من ألف ب أكون المثلث ألف ب د على طول، يبقى ده مسار، أو بالاعتماد على ب ج يبقى عندي من ب ج أوقع وأجيب د، أو يبقى ده مسار تاني، وفي مسار تالت، وهكذا على حسب الشكل. لا ده الشكل اللي احنا راسمينه قدامنا ده بعد التصحيح، ده المفروض اللي بعد التصحيح ان ده كده هتبقى في مكان محدد وبالظبط وما فيش فيها اي مشاكل. امال قبل التصحيح ايه اللي هيحصل؟ قبل التصحيح لما اجي ارصد من الاتجاهات بتاعي، لا كل اتجاه ممكن ياخد يبقى في فرق ما بينهم، بحيث النقطة د ممكن تبقى هنا اللي هي د واحد، وممكن تبقى هنا اللي هي د اتنين، وممكن تبقى هنا اللي هي د تلاتة، انهي فيهم صح؟ لا ده في دال انا بدور عليها بحيث تحقق لي ايه، ان الضلع به دال ده، الضلع به دال ده مثلا يبقى له طول واحد. طول واحد ازاي؟ ان في الشكل اللي قدامنا ده في طولين، في موجود عندي طول به وفي دال اتنين. طب ده معتمد على انا دال اتنين ودال تلاتة جايين من انهي مسار؟ لا ده انا كده هتلخبط والدنيا هتبوظ مني. فبيقول لي الشرط الضلعي هو اللي هيحقق لي ان اي ضلع زي به دال اللي احنا اخترناه ده عشان نتكلم عليه يبقى ليه طول واحد بس، ليه قيمة واحدة بس للطول بتاعه، بصرف النظر عن المسار اللي انا هتبعه للرسم الشكل الهندسي اللي قدامي. اهو الشرط الضلعي بيضمن لي ان اي ضلع من اضلاع الشبكه اللي عندي بيكون له قيمه واحده بس للطول بتاعه، طبعا بصرف النظر عن المسار اللي هتبعه لحسابه او رسمه. طب هو في مسارات كتير لان في ارصاد زياده، انا لو ما عنديش ارصاد زياده مش هيبقى في مسارات كتير وده اللي هتطلع على طول نقطه واحده، لكن بما ان احنا بنقول بنعمل ارصاد زياده عشان اقدر اتحقق واعمل تصحيح للارصاد بتاعي واحصل على قيم سليمه للاحداثيات بتاعي، فباخد ارصاد زياده. الارصاد الزياده دي هتدخلني في مسارات كتير للحساب، وبالتالي هتدي لي قيم مختلفه لاطوال الاضلاع. لا انا لو في بقى ارصاد زياده هتدخلني في القصه دي هدخل على حاجه اسمها شرط ضلعي، بحيث يبقى ما فيش غير قيمه واحده بس لكل ضلع، يضمن لي ان في قيمه واحده بس لكل ضلع. يضمن لي ازاي؟ نبدا ناخد الشكل ده بقى تاني ونبص له شويه. الشكل ده امتى يبقى الارصاد مصححه؟ لو واحد من الشروط الثلاثه اللي مكتوبه قدامي دي اتحققت. ايه الشرط الاولاني؟ ان الف ده الواحد، لو انا من الف لدال، من الف لدال بقى ضلع واحد، ما بقاش اتنين زي ما هو قدامنا على الرسم. طب يبقى ضلع واحد امتى؟ لو الف دال واحد بقت تساوي الف دال تلاتة. طب او طول الضلع به دال، به دال اللي احنا اتكلمنا عليه به دال واحد، ما يبقاش به دال اتنين وبه دال تلاتة. لو به دال اتنين وبه دال تلاتة تساوي، يبقى انا حققت الشرط الضلعي. او ناخد من نقطه ج بقى، انا وقعت مره د من الف والامتداد يعني بتاع د من الف، ومره من ب، ومره من ج. طب من ج عشان يتحقق لازم يبقى فيه ج د واحد، د ج د بس، يعني ج د واحد المفروض تساوي ج د اتنين. يبقى الخلاصه ان انا عشان احصل على نقطة دال مكانها السليم يبقى لازم الاطوال الاضلاع الف دال وب دال وجيم دال يبقى ليها طول واحد بس بصرف النظر عن انهي مسار هحسبه او هرسمه منه. طيب انا هدور على ايه؟ هدور على اي واحد من دول، اخد اي اتجاه من دول، الف دال او ب دال او جيم دال، اخد واحد منهم بس واشوف ايه الشرط اللي المفروض يحققه، ايه الشرط اللي المفروض يحققه. هناخد واحد منهم، هناخد رقم اتنين اللي هو ب دال. عشان احسب طول ب دال هشوف مسارين قدامي على الرسم ممكن احسبه منهم، ب دال اهو، ايه اول ايه انهي اول مسار ممكن احسبه منه؟ اول مسار اللي هو بيقول لي المثلث الف ب دال. فين المثلث الف ب دال؟ المثلث ده هوت ألف ألف ب د،
المثلث ده، المثلث ده ممكن احسب ب د منه، ممكن احسب طول ب د منه، كلمه احسب او ارسم الاثنين سيا. طب ب د ممكن نحسبه ازاي من المثلث ده؟ اي مثلث بيبقى معلوم فيه الزوايا كلها، ممكن اجيب علاقه ما بين الزوايا واطوال الاضلاع، اللي هي طول الضلع على جيب الزاويه المقابله ليه بيساوي طول الضلع الثاني على جيب الزاويه المقابله ليه، يساوي طول الضلع الثالث على جيب الزاويه المقابله ليه، وهكذا. انا اللي يهمني طول الضلع ب د، الزاويه المقابله ل ب د هو الزاويه 1 و2 على الرسمه، اهي الزاويه دي الزاويه 1 و2. طب والضلع المقابل لألف ب هي الزاوية 7، يبقى ب د. ممكن نروح بقى للمعادلة، ب د عبارة عن ألف ب في جا الزاوية 1 المصححة زائد 8 المصححة، أي بقى شرط بكتبه؟ طبعا بكتب المصححة، يعني بضيف التصحيح على الجا بتاعت الزاوية 7 المصححة الساين يعني. يبقى حساب طول الضلع ب د هيبقى معتمد على ألف ب. ألف ده بقى خط قاعدة أو طول أو الضلع اللي قبله في الشبكة اللي رصدته برضه من الأرصاد اللي عندي، أيا كان ألف ب مضروبة في الجيب والزاوية 1 و8 المصححين، وجيب 1 و8 على بعض طبعا، اتعمل هما هنا قدامي كأنهم زاوية واحدة فبجمعهم، وعلى جيب الـ7 بتاعتي. ده مسار، ده مسار حسبت منه طول الضلع به د. إيه المسار التاني؟ المسار التاني هنقول المثلث ب ج د، نفوت السطر اللي في النص ده وننقل على السطر اللي بعده. المثلث ب ج د، فين المثلث ب ج د؟ المثلث اللي انا هنقطه ده ب ج ود. المثلث ده لما اللي انا نقطته ده ممكن يبقى مسار هو كمان لحساب ال ب د. منين؟ ال ب د على جيب الزاوية المقابلة ليه اللي هي 4 و5 هيساوي الب ج على جيب الزاوية ليه المقابلة ليه اللي هي المفروض 6، ما هي دي بقى تبقى مترحلة تبقى موجودة فوق هنا كده. يبقى الب ج هحسبه بدلالة الب د، معلش الب د هحسبه بدلالة الب ج والزوايا اللي في المثلث اللي بيضمهم مع بعض، انهي زوايا؟ المقابلة لكل ضلع فيهم بقانون الجال معروف، هي ببساطة. يبقى اللي فوق حسبنا ب د بمعلومية الزوايا اللي في المثلث اللي بتضم ب د مع ألف ب، وفي الحالة التانية حسبنا ب د بمعلومية الزوايا اللي في المثلث اللي بتضم ب د مع ب ج. طب ب ج مش ممكن نربطه بألف ب اللي احنا حسبناه اللي احنا بدأنا منه الحالة الأولانية؟ ألف ب ج موجودين مع بعض في مثلث. طب لو حبينا بقى نعمل له تهشير، نعمل له كده حاجة زي دوائر كده المثلث ده كده كله مع بعضه، مثلث أ ب ج. المثلث أ ب ج ممكن أحسب ب ج بدلالة أ ب عن طريق الزوايا المقابلة، أ ب على الجيب بتاع الزاوية 4. ممكن أشيل بقى أشيل بقى عندي في المعادلة اللي قدامنا اللي أنا بشاور عليها دي، أشيل ب ج وأعوض بقيمته اللي خدناها من المعادلة اللي في النص. دي حاجات رياضية تعويض مباشر خالص، أشيل ده وأحطه هنا. يبقى معنى كده ال ب د في شكله النهائي من المسار بتاع المثلث ب ج د هيبقى عبارة عن ألف ب بدلالة الألف ب برضو، وجيب الزاوية 1 و4 اللي بتضم ألف ب مع ب ج، والجيوب بتاع الزاوية 4 و5 و6 اللي كانت بتضم ب د مع ب ج في مثلث هما كمان. ناخد بقى المعادلة الأولى دي والمعادلة الأخيرة دي ونبص لهم، ده قيمة ب د وده قيمة ب د، الاتنين بدلالة ألف ب، عشان أنا عايز أشيل ألف ب من الموضوع، أخلي الحكاية كلها تصحيحات زوايا. أما هو أنا أصلا بدور على إيه؟ أرصادي اللي أنا عايزة أصححها في البداية، لا هي مركبات ولا إحداثيات ولا انحرافات، هي الزوايا اللي أنا رصدها. فأنا عايز أعمل إيه؟ عايز أشيل ألف ب ده وعايز أشيل ألف ب ده، عشان كده ظبطت دلالة ألف ب، وهنا برضو ب د من مسار بدلالة ألف ب، مسار مختلف، ده مسار وده مسار تاني. امتى احقق الشرط الضلعي؟
لو المسارين ادوني نفس الطول بالظبط ما فيش مشكلة، لكن لو واحد أطول من التاني أو أقصر من التاني هتبقى فيه مشكلة ومحتاجة تصحيح. أنا أعوض طبعا بقيم الزوايا المصححة. يعني إيه قيم الزوايا المصححة؟ يعني القيمة المرصودة واحد زائد التصحيح بتاعها فيه واحد. أخد بقى أول معادلة اللي هي حساب ب د من المسار أ ب د وحساب ب د من المسار ب ج د وأساويهم ببعض. طبعا لما اساويهم ببعض الشكل هيتظبط كده، يبقى ا ب ج د نقطة واحدة. ادي ادي المعادلتين وعايزين نساويهم ببعض. لما نساويهم ببعض الالف ب هتروح خلاص مع الالف ب. طب ما نضرب وسطين في طرفين كده، هنضرب وسطين في طرفين هنلاقي واحد وتمانية. طبعا واحد المصححة وتمانية المصححة هيجي معاها هيتضرب فيها أربعة وستة. حط المعادلتين دول ساويهم ببعض، يعني ده يبقى طرف أيمن وده طرف أيسر، واضرب وسطين في الطرفين. واحد وتمانية الجا طبعا بتاع واحد وتمانية المصححة مضروب في الجا بتاع أربعة وستة اللي جايين من المقام بتاع المعادلة التانية، على الجا بتاع سبعة المصححة مضروبين في الجا بتاع واحد وأربعة وخمسة المصححين. ده برضو اضرب طرفين وفصلتين عادي خالص، هلاقي الشكل ده قدامي. الجا بتاع واحد وتمانية ده مصححين مضروب في الجا بتاع أربعة مضروب في الجا بتاع ستة مضروب على الجا بتاع سبعة مضروب في الجا بتاع واحد مضروب في الجا بتاع أربعة وخمسة الاتنين مع بعض، ده كله بيساوي واحد. هعيد ترتيب الموضوع ده شوية، مش هغير حاجة، هي نفس المعادلة بس هشقلبها بشكل معين بحيث نوصلنا القاعدة سهلة، ما نعملش ده كله كل مرة، لا يبقى في عندي قاعدة كده بنعملها نطلع الشرط على طول من غير ما ندخل بقى في حسابات ومسارات وتوهان. ايه اللي عملناه؟ قلبنا البسط بدل المقام والمقام بدل البسط. المعادلة دي بص عليها كده، اللي كان في المقام طلع في البسط، طبعا ده صح لان هو بيساوي واحد، واللي كان في البسط نزل في المقام. طب وبعدين المقام نفسه بص له كده بالاصل اللي كان فيه، رتبناه شويه جبنا السبعه الاول بعدها الاربعه والخمسه ورحلنا الواحد الواحد. نفس الكلام سيبنا الواحد والثمانيه في الاول وجبنا السته بعدها ورحلنا الاربعه شويه. يبقى المعادله دي هي هيها المعادله دي ما فيش فيها تغيير، احنا رتبناها بس بطريقه معينه. رتبناها بانهي طريقه؟ رتبناها بحيث نروح بنبص على الشكل اللي على الجنب، المعادلة اللي على الجنب دي مش معادلة أولا، دي أسامي أشعة أو اتجاهات. أشعة في اتجاه به ألف، الاتجاه به دال، الاتجاه به جيم، ده مجرد كده الطريقة لترتيب الحل، طريقة عشان أقدر أرتب واستنتج الشرط الضلع بتاعي اللي مكتوب قدامنا ده من غير ما أروح بقى أعمل اللي إحنا قعدنا بقالنا 10 دقايق عمالين نستنتج فيه. وطبعا لما تبقى شبكه كبيره هيبقى مسارات كتيره والحكايه هتبقى فيها توهانات شويه. فاحنا ايه ده ترتيب كده لطريقه الحل. ايه الترتيب ده بقى؟ الترتيب ده تعال نرجع للشكل كده كاننا صححناه اهوت ومرسومه مظبوط، ونقول انا هاخد في الشكل ده نقطه معينه، هاخد نقطه معينه وليكن زي ما احنا عاملينها قدامنا هنا نقطه ب. الكلام ده هنشوفه بالتفصيل تاني دلوقتي ونشرحه، بس مبدئيا عشان نفهم ده ايه، انا خدت ب واخدت كل الأشعة اللي مر بيها. الأشعة يعني الاتجاهات اللي خارجة من ب، ب ألف ب د ب ج، بس باخدهم بترتيب دوري واحد، يا مع عقارب الساعة يا عكس عقارب الساعة اللي يعجبك. يعني ممكن أخدها ب ج وبعدين ب د وبعدين ب ألف. اللي أنا كاتباه هنا ب ألف يعني ماشية ماشية كده عكس عقارب الساعة، ب ألف وبعدها ب د وبعدها ب ج. كل الأشعة اللي بتمر بنقطة ألف كتبتها في بسط، في البسط. طب والمقام بعيد كتابة الأشعة دي مرة تانية بس ببتدي بالضلع التاني وبعدين أكمل الترتيب، يبقى به د به ج وأرجع لبه ألف مرة تانية. اخترنا نقطة كتبت الأشعة اللي بتمر بيها، رجعت كتبتهم في المقام تاني بنفس الترتيب بس بدأت بالضلع التاني سويتهم بالواحد. ده شكل ايه؟ انا كده بعمل لنفسي طريقه قريبه من الشكل بتاع الشرط اللي انا وصلت له اصلا. طيب بعدين كل الضلعين فوق بعض هنا في البسط والمقام فوق بعض، هم بيكونوا مثلث مع بعض، ب ألف مع ب د. نروح بقى للرسمه، ادي ب ألف
وادي ب د، بيكونوا المثلث ده. طيب ب د مع ب ج، ادي ب د مع ب ج، بيكونوا المثلث ده. وبعدين اخر حاجه ب ج مع ب أ، فين ب ج؟ ادي ب ج تحت اهي، وادي ب أ هنا اهي، بيكونوا المثلث ده. اعمل ايه بقى في المثلثات دي؟ طب يبقى معنى كده ان انا وانا بختار اصلا وبكتب ترتيب الاضلاع كنت براعي ان المفروض كل ضلعين فوق بعض كده في البسط والمقام بالترتيب اللي انا عاملاه يكونوا مثلث. لو انا عملت كده وجيت ابص لقيت الاضلاع مش مفيش مثلث بيربطهم، الزوايا اللي مرصودة مش مكملة تربطهم مع بعض، مش داخلين في مثلث، يبقى النقطة اللي انا اخترتها دي كانت غلط، اخد نقطة تانية. وده هنشوفه برضو. نرجع بقى ب أ مع ب د، ندخل جوه المثلث ونطبق القاعدة بتاعت الجيب بتاعتنا. ب أ أشيلها وأحط جيب الزاوية المقابلة ليها، ب أ في المثلث ب أ د، أدي ب أ د عندي ب أ، الزاوية المقابلة ليه 7، يبقى جيب الزاوية 7 المصححة طبعا. وانزل في المقام قبل ما اسيبه نفس المثلث ب د، فين الزاوية المقابلة ليه؟ ب د، الزاوية اللي في المثلث أ ب د المقابلة ليه هي 1 و8، يبقى جيب الزاوية 1 و8 المصححين طبعا. أنقل اللي بعده ب د وب ج بيكونوا مثلث، أدي ب د وب ج، أدي المثلث اللي قدامنا ده ب د أهوت، الزاوية المقابلة ليه فين؟ 4 و5، يبقى جيب الزاوية 4 و5. وانزل تحت ب ج في نفس المثلث اللي بيجمعهم، ادي ب ج الزاويه المقابله ليه 6، يبقى جيب الزاويه 6. نفس الكلام مع ب ج وب أ، ادي ب ج الزاويه المقابله ليه 1، وادي ب أ الزاويه المقابله ليه 4، ادي 1 وادي 4. ده كده هيبقى الطريقة اللي احنا هنقولها، وننسى بقى موضوع ايه المسارات والنقطة بتعمل 3 نقط وفي 3 مسارات لو طول الضلع تساوى، وندور هي فين المسارات ونرسم او نحسب بالتدريج وخطوة خطوة. لا، احنا هنمشي على الطريقة دي. طريقة كتابة الشرط الضلعي بقى ناخدها نفس الشكل او اللي احنا كنا عاملينه من شوية. اول خطوة في الخطوات دي هنكتبها بقى في صورة خطوات عشان نتبعها في أي شبكة تيجي قدامنا، شبكة بسيطة كبيرة قليلة أي شبكة. اعتبار إحدى نقط الشبكة كقطب اللي بنختارها، وناخد الأشعة أو الاتجاهات اللي مر بيها لبقية إيه؟ لبقية الشبكة اللي إحنا خدناها المرة اللي فاتت وإحنا بنستنتج، عشان كانت مطابقة للمسار اللي إحنا خدناه عشان تبقى سهلة ونبقى عارفين إن هي سليمة 100%، كانت ب. طب المرة دي واحنا بنشرح هنختار نقطة تانية واو. طب الشكل الرباعي المرصود القطرين واو اللي احنا معلمين عليها دي اللي هي نقطة تقابل القطرين، مش نقطة أصلا عندي، مش نقطة شبكة ولا مرصودة ولا أي حاجة، عادي. يبقى النقطة اللي أنا هختارها كقطب دي ممكن تكون محتلة أو غير محتلة، ممكن تكون مرصودة أو مش معايا أصلا في الشبكة، تقابل مجرد مرور أضلاع عليها زي دي، أنا بعملها على الشكل اللي قدامي عشان أكمل الحسابات زي واو. بعد كده بيقول إيه؟ نضع الأشعة الخارجة من القطب في صورة كسر. ننقل على اللي بعده، معانا دايما الشكل مرسوم أهو. البسط، نعمل شرطة كسر، البسط بتاعي الأشعة اللي خارجة من النقطة اللي احنا اخترناها يا مع عقارب الساعة يا عكس عقارب الساعة على صورة حاصل ضرب، أدي واو. هنمشي مع ولا عكس عقارب الساعة اللي يعجبنا، كله هيطلع نفس التصحيحات في الآخر. شكل الـ الشروط هي اللي ممكن يبقى مختلف، لكن في الآخر هيطلع نفس التصحيح. ب ادي واو الف، هنمشي معاه قارب الساعه، واو ب، واو ج، واو د، مفيش نقط تانية خلاص طالعه من واو اشعه عليها. طيب وبعدين المقام زي ما قلنا كده، نبدا من الضلع التاني نكتبه هو الاولاني، وبعدين نمشي بنفس الترتيب ب واو ب ج ب د، وبعدين قصدي نبتدي واو ب، نبدا من واو معلش، واو ب، واو ج، واو د، ونرجع لواو ألف مرة تانية. يبقى النقطة اللي هنبتدي بيها في البسط هي النقطة اللي الشعاع أو الضلع اللي هنبتدي بيه في البسط هو الشعاع أو الضلع اللي هننتهي فيه في المقام. الشرط ده سليم؟ ينفع يصلح؟ لو كل ضلعين
فوق بعض كده في البسط والمقام بتوعي، في بينهم مثلث، كل ضلعين في بينهم مثلث. طب وانا هختار نقطة واكتب بسط واكتب مقام وبعدين اعمل شكلة، وانا بختار بقى من الاول عيني كده، انا شايفة انا بعمل ايه، انا من الاول اهوت، انا لسه هختار ما كتبتش حاجة، هعمل تشيك كده، ادي واو الف ب، موضوع واو الف وواو ب بعده، في بينهم مثلث، في بينهم مثلث. طيب واو الف الزاوية اللي قدامه مرصودة، مرصودة. واو ب الزاوية اللي قدامه مرصودة، مرصودة. طب ممكن تكون مش مرصودة بس ممكن استنتجها بدلالة زوايا مرصودة، ممكن استنتجها بزوايا الدلالة بدلالة زوايا مرصودة، يبقى برضو اعتبر المثلث موجود والزوايا بتاعتي موجودة. ليه؟ لانه في الاخر هيبقى تصحيح للزوايا اللي اترصدت. اللي بعده مثلث ده، ده بيجمع بينهم مثلث، دي اول حاجة بيجمع منهم مثلث، تمام. الزوايا اخبارها ايه؟ ادي واو ب قدامه 4، واو ج قدامه 3. اللي بعده المثلث اللي بعده بيجمع بينهم مثلث، الزوايا اخبارها ايه؟ الضلع ده قدامه زاوية والضلع ده قدامه زاوية مرصودة. طبعا انا بفضل ان الزاوية تكون مرصودة على طول، مش يمكن استنتاجها عشان الحسابات نفسها ما غلطش فيها يعني وما تبقاش معقدة اكتر. اخر ضلع اللي هو دال والف في بينهم مثلث وبرضه الزوايا مرصودة. يبقى معنى كده ان وانا بكتب عيني كمان كل ضلع واللي وراه في نفس البسط بيكون مثلث، لان ده اللي وراه هو اللي تحته، وده اللي وراه هو اللي تحته، وده اللي وراه هو اللي تحته. طب وده مع الاولاني بقى اللي هو تحته برضه. يبقى انا عيني كده في كذا، في كل الاتجاهات بشيك وبظبط انا الشرط، النقطة اللي انا اخترتها دي تصلح ولا لا. مبدئيا اي شكل ليه مركز، نقطة المركز بتبقى احسن. وبعدين بشيك في مثلثات ما بين الاشعة بتاعتي كلها، بالذات الاول والاخير، بالذات الاول والاخير ده بيبقى عيني عليه في اشكال كتير، لان ساعات ما بيبقاش بينهم مثلث اصلا، ما بيجمعهمش مثلث. والزوايا كمان، لان ممكن يكون في بدايل، ممكن اختار نقطة واو وممكن نختار نقطة ب زي ما شفنا. فلو البديل اختار البديل الاسهل في الحسابات عندي، ما اختارش بديل يعقد لي الموضوع. يبقى الشكل اللي قدامنا ده يصلح النقطة دي اللي هي تقابل القطرين، ويصلح كمان اي رأس من الرؤوس الاربعة اللي موجودة قدامنا. انا عايزة شرط واحد، يبقى اختار نقطة واحدة واكمل الشرط بتاعي. نكمل. كتبنا طبعا ده اللي احنا اتكلمنا عليه، اختبار صلاحية النقطة، لابد كل ضلعين في البسط والمقام يكون في بينهم مثلث مرصود الزاويتين المقابلين للأشعة، وما تحققش الشرط ده ادور على نقطة تانية. بيبقى في بدايل تانية زي ما احنا شايفين كده، ممكن واو، ممكن ألف، ممكن ب، ممكن جيم، ممكن دال. بس هنشوف ان في حالات لما بتبقى حاجة موجودة معينة بتوجهني على طول لنقطة بتبقى هي أسهل، لكن في الحالة عامة زي دي أي نقطة من الخمسة اللي قدامنا دي هتنفع. بعد كده إيه الخطوة اللي بعد كده؟ أدي النقط، أدي الشكل اللي إحنا كنا كاتبينه في الصفحة اللي قبل كده، في الشريحة اللي قبل كده. نعمل إيه؟ كل ضلعين فوق بعض بيجمعهم مثلث، أشيل الضلع وأكتب جيب الزاوية المقابلة ليه في المثلث ده، يبقى واو ألف جيب الزاوية 2، واو ب في نفس المثلث يبقى جيب الزاوية 1، أدي 2 وأدي 1. نفس الكلام المثلث اللي بعده، هلاقي 4 هي المقابلة لواو ب، و3 هي المقابلة لواو ج في المثلث اللي بيجمعهم، و6 هي الزاوية المقابلة لواو ج، و5 هي المقابلة لواو د في المثلث واو ج د. ونفس الكلام بالنسبة لآخر مثلث، هكتب الكلام ده الجا بتاع الزاوية المصححة تاني. مصححة يعني ايه؟ يعني المرصودة زائد التصحيح اللي بيتضاف ليها، مضروبة في جيب الزاوية المصححة، مرصودة زائد التصحيح المضاف ليها، كل ده في شكل بسط ومقام وبيساوي 1. هل ده الشكل اللي احنا قلنا عليه عايزينه في الاخر؟ احنا عايزين علاقة كده في قيم التصحيحات اللي هي الفه، 2 في 1 في 4 في 5 في 6 زائد رقم كده بنحسبه حسب المعادلة بيساوي 0. احنا عايزين نوصل للشكل ده، عايزين نوصل للشكل اللي هو بيساوي 0 ده، والحدود بتاعت المعادلة كثيرة الحدود اللي عندي دي، الحدود الرئيسية اللي فيها اللي هي التصحيحات في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5 وفي 6 و7 و8 اللي هي داخلة معايا في الشرط الضلعي اللي عندي.
التصحيحات دي مضروبة بقى في معاملات ومجموعة على رقم حد من الحدود، هو رقم بيبقى بالثواني لأنه بيبقى جاي من زوايا. هنا بقى نوصل له ازاي؟ ده جا ساين، يعني مشكلة تانية. فدي كده العلاقة اللي عندنا دي مش خطية، يعني ما تقدرش تكتبها على الصورة اللي كنا بنكتب عليها الشرط المثلثي والشرط المحلي. عشان نحولها لخطية هنعمل اللوغاريتم للبسط والمقام الطرفين، او هي بمعنى تاني كأن احنا ضربنا وسطين في طرفين وبقت ده الناحية التانية كده من الايكوال. ولما باجي اخد اللوغاريتم، تعالى خد اللوغاريتم كده للبسط، لوغاريتم حاصل الضرب هو لوغاريتم المجموع بتاعهم، يعني اللوغاريتم بتاع جيب الزاوية 2 المصححة مضروب في جيب الزاوية 4 المصححة في جيب 6 المصححة مضروب في الجا بتاع الزاوية 8 المصححة. لما ناخد له لوغاريتم يتفك، يبقى اللوغاريتم بتاع جيب 2 المصححة زائد الضرب هيبقى زائد لوغاريتم الجا 4 زائد لوغاريتم 6 زائد لوغاريتم 8. هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين الزائد دي عشان نوصلها في الآخر لحدود بدلالة معاملات اللي هي التصحيحات اللي احنا عاوزينها في الفيهات اللي موجودة عندنا. نفس الكلام في المقام، لوغاريتم كانت 1 مضروبة في لوغاريتم 3 بقت لوغاريتم 1 زائد لوغاريتم 3 زائد لوغاريتم 4 زائد صارت لوغاريتم 5 زائد لوغاريتم 7. طبعا مصححين. طب أي واحدة من دول بقى، لوغاريتم 2 زائد التصحيح 2، ناخدها كده لوحدها ونقول لوغاريتم لو عندي أي زاوية نون، احنا رصدنا زاوية قيمتها نون، زائد التصحيح اللي هنضيفه للزاوية نون. اللوغاريتم ده بيتفك ازاي؟ يبقى اللوغاريتم الزاوية جيب الزاوية نون نفسها، ودي هتبقى رقم سهلة. الزاوية انا رصدتها الزاوية بخمسين درجة، هجيب الجا بتاعتها واجيب لوغاريتم الجا، يبقى رقم صغير خالص، زائد دلتا مضروبة في ايه؟ في الفه نون. هو ده اللي يهمنا، دلتا نون في الفه نون اللي هو الحد اللي هتظهر فيه الترم من المعادلة اللي هيظهر فيه التصحيح بتاع الزاوية نون. هو ده اللي احنا عايزينه. نون هتبقى مضروبة في معامل كده. المعامل ده هو عبارة عن ايه؟ دلتا نون. بيتحسب ازاي دلتا نون؟ دلتا نون هو التغير في اللوغاريتم بتاع جيب الزاوية نون لو قيمتها زادت بواحد ثانية. برضو يعني ايه؟ تعال نحسبها كده، تعال نفرض ان الزاوية اللي عندنا اللي احنا رصدناها 50 درجة، يبقى في حال في وضعين دلوقتي، هنعمل ايه؟ 50 درجة اللي احنا رصدناها وبعدين نزودها واحد ثانية، ادي اهي الزاوية 50 درجة وبعدين نزودها واحد ثانية بس، ونجيب لوغاريتم الجيب بتاع الزاوية بعد الزيادة واحد ثانية، ونطرح منه اللوغاريتم بتاع جيب الزاوية قبل الزيادة اللي هي الواحد ثانية اللي عندنا اللي هي القيمة المرصودة ذات نفسها. الفرق ما بينهم ده هو الدلتا اللي هنضربها في التصحيح بتاعنا. طب يبقى احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا هناخد كل ترم من دول نشيله ونفكه كده، يبقى لوغاريتم جا 2 المصححة هيبقى لوغاريتم جا 2 المرصودة زائد دلتا في التصحيح بتاعها، ولوغاريتم الجا بتاعت 4 المصححة هنشيله ويبقى لوغاريتم الجا 4 المرصودة هي عندنا، فنقدر نجيب لها الجا ونقدر نجيب لها اللوغاريتم وكل حاجة، زائد دلتا في القيمة بتاعت التصحيح الفيه 4. طب الدلتا دي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب بالطريقة دي. طب هنرتب الحل ازاي لما نيجي نحل ونكتب معادلة بقى وناخدها ونحلها لكل ده؟ لا، هنأجله دلوقتي، احنا بس هنعرف ده هيتكتب ازاي، لكن بالأرقام لما يبقى معايا قيم زوايا وعوض هنحلها المرة الجاية عشان ناخد مثال بالأرقام ونشوف هنرتب الحل ازاي بحيث الموضوع ده يبقى سهل مش هيبقى صعب. شوف ايه الزوايا اللي عندي واعمل جدول كده وارتب اللوغاريتمات بتاع الجا اللي عندي عشان فروق الدلتا اللي عندي الفروق بتاع الواحد ثانية دي عشان اجيب المعاملات بتاع الفه واكتب المعادلة على طول، هتبقى سهل. نكمل بقى، الشكل بتاع المعادلة ده هيوصل لفين؟ الشكل اهو اللي احنا قلنا عليه احنا جايبينه معانا برضو عشان نقول لما اشيل بقى كل ده تبقى الصورة النهائية عاملة ازاي. ادي 2 2 الزاوية 2 اللي هيهمني منها اهم حاجة
دلتا 2 في في 2، دلتا 2 هتتحسب بدلالة الزاوية المرصودة 2 اللي هو اللو جا لما زود 1 ثانية ناقص اللو جا هي وهي مرصودة زي ما هي من غير 1 ثانية، أضربها في الفي 2 اللي أنا غرضي أجيب قيمته من المعادلات دي كلها. نفس الكلام زائد الأربعة في الدلتا بتاعتها، الفيها أربعة في الدلتا بتاعتها، زائد أهو جاي من فوق، عيني بقى على اللي فوق، أنا أنت بتكتب طبعا عينك على اللي فوق بتاخد منه، دلتا 6 في الفي 6 زائد دلتا 8 في الفي 8 ناقص، ناقص ليه؟ عشان شوف كده وسطين في الطرفين هيبقى اللي في موجود في المقام ده في الطرف اليسار اللي هنا، عشان اوديه في الطرف اليمين يروح بإشارة مخالفة، يبقى ناقص افتح قوس دلتا 1 في فيه 1 زائد دلتا 3 اللي هما جايين من المقام في فيه 3 زائد دلتا 5 في فيه 5 زائد دلتا 7، كل دول اشارتهم بره خالص سالب، يعني ممكن اكتبها من الاول ناقص دلتا 1 فيه 1 ناقص دلتا 3 فيه 3، ما اعملش القوس ده لان انا في الاخر المعادله دي باشاراتها هي دي المهمه، هي دي اللي هتتحل. امال بقى الرقم اللي بيبقى على بعضه ده رقم اللي هو سميناه في المثلثي وفي الضلع لام، هيجي منين؟ هيجي من اللو جا بقى، اللو جا الزاويه، لو جا الزاويه 2 اللي كان موجود هنا في البسطه هيفضل موجب زي ما هو، لو جا الزاويه 2 زائد لو جا الزاويه 4 6 8، واللي تحت في المقام بالسالب، السالب لو جا 1 3 اهي موجوده 3، 5 اهي موجوده 5، 7 اهي موجوده 7، كل ده بقى بيساوي ايه؟ بيساوي الصفر. يبقى المعادله دي كلها كده في الاخر هي دي اللي عايزين ناخدها نحلها، معادله في التصحيحات فيه 2 و1 و3 و4 و5 و6 كل معامل اهو دلتا 2 دلتا 4 دلتا 6 دلتا، المعامل ده كان بيبقى في الشرط المثلثي والمحلي كان بيبقى بواحد، هنا طبعا هيبقى ليه قيمه، وادي اللام اللي عندنا دي كلها هنصفيها تبقى رقم، لما يبقى معايا ارقام قيم الزوايا هيبقى ده رقم بتساوي صفر، خلص كده الشرط. قبل ما نبدا نشوف اكتر عايزين نعرف شويه ايه، شويه رموز هنتعامل معاها واحنا بنتعامل مع الشبكه. اما اشوف ضلع زي ده كده يبقى ده اسمه خط او ضلع او اتجاه مرصود، مرصود من الاتجاهين، يعني انا وقفت في النقطه دي ورصدت على دي، وقفت في النقطه دي ورصدت على دي، النقطه دي والنقطه دي وقفت فيها، مرصود من الاتجاهين. اما اشوفه منقط كده من ناحيه يبقى ده مرصود من اتجاه واحد من ده بس، انا وقفت هنا بس ووجهت على النقطه دي، لكن ما وقفتش في النقطه دي ووجهت على الثانيه، تمام؟ المنقط ده ان انا ما ده اتجاه غير مرصود، الحته الجزء ده مش مرصود، يعني ما وقفتش هنا وجهت عليه بس ما وجهتش منه، ده كده مرصود من الاتجاهين، ده ضلع من اضلاع الشبكه، خط من الخطوط بتاع المثلثات اللي عندنا، اتجاه من الاتجاهات اللي بتوصل ما بين نقطتين من نقط الشبكه، هيبقى ده اتجاه او خط مرصود من الاتجاهين، ده مرصود من اتجاه واحد، عشان احنا هنشوف الشبكة مرسومة بالدلالات دي فانا اعرف على طول من الرسم. طب نيجي للنقطة، النقطة دي معناها نقطة محتلة، يعني انا وقفت فيها بايه؟ بالجهاز بتاعي ورصدت هنا برضو نقطة محتلة، اي نعم الضلع ده معناه ان انا لما وقفت هنا ما وقفتش هنا ورصدت على ده، بس وقفت هنا ورصدت على ده، وقفت هنا ورصدت على ده، وقفت في النقطة دي برضو ورصدت على ده، فهي برضو نقطة محتلة لكن فيها بيمر فيها بعض اتجاهات غير مرصودة من ناحيتها. طب نقطة زي دي بقى، نقطة زي دي نقطة غير محتلة أصلا، ما رصدتش منها على أي اتجاه، كل الاتجاهات اللي بتمر بيها الأشعة اللي طالعة منها غير مرصودة منها، تمام؟ مرصودة عليها لكن إيه؟ مش منها. نبدأ بقى نشوف، انا قلنا الانواع بتاع الشروط المثلثي والضلع والمحلي، عيني هتبقى على ايه وانا بدور على شرط محلي، وهتبقى على ايه وانا بدور على شرط مثلثي، وهتبقى على ايه وانا بدور على شرط ضلعي. طب انا هدور على كام شرط؟ نبدا نشوف بقى ازاي احدد عدد الاشتراطات في شبكه المثلثات، تحديد عدد الاشتراطات الداخليه في شبكه المثلثات. عدد الارصاد الضروريه قلنا قبل كده اللي هو 2 مضروبه في نون ناقص 2، نون ده اللي هو عدد نقط الشبكه، عشان كل نقط 2 مضروبه في 2 بره هنا
عشان كل نقطة جديدة محتاجة رصدتين عشان أقدر أحسب مكانها أو أحدده أو أرسمه. عدد الشروط بقى هو عبارة عن إيه؟ عدد الشروط هو عدد الأرصاد كلها ناقص عدد الأرصاد الضرورية. رصدت في المثلث 3 زوايا والضروري 2، يبقى في كام شرط؟ في شرط زيادة، في شرط واحد. طيب عدد الشروط اللي أنا هطلعها دي ممكن يبقى واحد في الحالة زي اللي احنا قلناها، ممكن يبقى 2، ممكن يبقى 3، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 15. كام منهم مثلثي وكام منهم ضلعي وكام منهم محلي؟ بنحسب المثلثي الأول بيساوي عدد الخطوط مرصودة الطرفين. أبص بقى على الشبكة فين الاتجاهات أو الخطوط أو الأضلاع بتاعت الشبكة مرصودة الطرفين، أعدها. ماشي يا دكتور، لو سمحت أيوة يا باشمهندس. هو عدد الأرصاد الزايدة هو عدد الاشتراطات الكلي؟ عدد الأرصاد الزايدة هو عدد الاشتراطات، لكن عدد الأرصاد الكلية اللي هي عدد الأرصاد اللي أنا رصدتها. تمام. معلومة يعني يا دكتور، الأرصاد كلها، عدد الأرصاد كلها دي معلومة ولا لها قانون ولا إيه؟ لا ليه، دي معلومة. ما انت هتشوف طب بص كده على شكل زي من اللي احنا كنا راسمينه ده، مثلا عندي كام رصدة؟ الشكل اللي انا مشاور عليه ده اللي هو الرباعي مرصود القطرين، عندي 8. 8، رصدت 8 زوايا، يبقى الأرصاد كلها اللي انا رصدتها في الموقع كام؟ 8، اللي 8. هم الـ8 زوايا. تمام. تمام. تمام يا دكتور. وطبعا احنا هنشوف امثله دلوقتي كتيره بس مبسطه، ونأجل المركب شويه للمره الجايه. يبقى عدد الاشتراطات اللي هي عدد الارصاد الزياده زي ما الباشمهندس قال، اللي هي الشروط اللي انا هكتبها. عدد الاشتراطات الكليه دي هي طلعوا 5، يبقى انا هكتب 5 شروط، طلعوا 10 هكتب 10 شروط. عدد الارصاد كلها ناقص الضروري، الضروري بيتحدد بعدد نقط الشبكه من القانون اللي فوق ده. عدد الأرصاد كلها ده من الشبكة، أنت هتبص وتعد كام زاوية اترصدت. الشروط بقى المثلثية هقسم إزاي الشروط بتاعت الكلية دي، كام مثلثي وكام ضلعي، هيعتمد على عدد الخطوط مرصودة الطرفين وعدد النقط تمام. عدد الخطوط مرصودة الطرفين هبص بقى عندي على الشبكة، لازم الشبكة تكون مرسومة قدامي طبعا، لو أنا اللي عاملها برضه أنا عارف، وحاطط علامات، علامات للي مرصود من طرف ومش مرصود من الطرف التاني. ايه هي العلامات اللي احنا لسه قايلينها من شويه؟ يبقى انا لما تجيلي شبكه هعرف الخطوط المرصوده الطرفين من العلامه اللي احنا عرفناها، هيبقى خط مستقيم كده مستمر من الطرفين. عدد النقط المحتله، النقط اللي انا وقفت فيها طبعا برضو هيبقى ليها علامات زائد واحد. عدد الشروط الضلعيه بقى هي عدد الخطوط كلها، هشيل منها هطرح منها ضعف عدد النقط كلها، يبقى في القانون اللي فات ما كانتش الخطوط كلها، كانت مرصودة الطرفين بتاع المثلثي، وما كانتش النقط برضو كلها، كانت المحتلة بس. الشروط الضلعية بقى عدد الخطوط كلها هشيل منها ضعف عدد النقط كلها برضو مضاف للرقم اللي هيطلع ده 3. ماشي يا صاحبي. أما بقى عدد الشروط المحلية فخلاص هي سهلة يا دكتور، ملهاش قانون يعتبر، هي عدد الشروط الكلية أشيل منها المثلثي اللي أنا حسبته وأشيل منها الضلعي برضو اللي أنا إيه حسبته. في مشكلة لحد دلوقتي؟ ايوه دكتور يا صاحبي. أيوة. إيه في مشكلة ولا مفيش؟ لا هو دلوقتي لو مثلا عندي عدد الشروط المثلثية مثلا، آه طلع عدد الخطوط المرصودة للطرفين أقل من عدد النقط المحتلة، ولو زودت عليهم واحد طلع الرقم بالسالب، إيه ظروفه؟ لا مش هيطلع بالسالب، هيبقى انت غلطان. ما هو تمام. عدد النقط المرصودة الطرفين مرتبط بعدد النقط المحتلة. يعني انا تمام. محتل هو كذا نقطة يا اكتر هيطلع موجب يا هيطلع صفر، تمام. يا هيطلع موجب يا هيطلع صفر. لو طلع بقى زي ما انت بتقول سالب، تراجع بقى تشوف خطوطك المرصودة الطرفين اللي انت عدتها غلطت في حاجة، تشوف النقط المحتلة اللي انت عدتها غلطت في حاجة. تمام. تمام طيب شكرا. نكمل بقى نشوف أمثلة. أول مثال ناخد برضو إيه، أشكال منفردة مش مركبة. الشكل اللي قدامنا ده شكل ذو مركز، أو مركز ليه؟ عشان أنا واخدة نقطة في النص داخلية ورصدت منها على الأضلاع بتاعة الشكل اللي أو الرؤوس بتاعة الشكل اللي عندي.
بقت عدد ال طبعا الشكل ده ثلاثي ذو مركز، ممكن يكون رباعي ذو مركز، ممكن يكون خماسي ذو مركز، ممكن يكون سداسي ذو مركز، ما بيستخدمش اكتر من السداسي، ما بيستخدمش غالبا اكتر من السداسي. انت الشكل اللي قدام احنا زي ما بنقول الشبكه مش ممكن هتبقى ده بس، اكيد متركب معاه ومتكمل معاه اشكال تانية، يا ذو مركز زيه ممكن يكون رباعي ممكن يكون خماسي، وبتكمل بتكمل في اتجاه معين. احنا ناخد جزء، واللي هنعمله على الجزء هنعمله على الاكبر المره الجايه. هنا بقى عايزين نحدد ايه؟ عايزين نحدد لأي جزء من شبكة أو شبكة قدامنا عدد الخطوط الكلية، عدد ونقسم عدد الخطوط الكلية ده لعدد خطوط مرصودة الطرفين وغير مرصودة الطرفين لو فيه، وبعدين عدد النقط الكلية ونقسمها هي كمان نقط المحتلة والغير محتلة لو فيه. تمام كده؟ يبقى أنا أول ما ابتدي هعمل كده، أخد الشكل بتاعي واشوف عدد الخطوط واقسمها مرصود الطرفين وغير مرصود، عدد ده وعدد ده، طبعا مجموع كل اللي انت عارفه، لان في العدد الكلي للخطوط 10، مرصودة الطرفين 7 ومرصود من طرف واحد 1، 7 و1 8، وهو مطلع العدد الكلي 10، تيجي ازاي؟ النقط الكليه عددها قد ايه وقسمهم محتل وغير محتل. بالنسبه للشكل اللي قدامنا ده طبعا عدد الخطوط 3 اهم بره و3 كمان جوه، هو واضح ان كلهم مرصودين الطرفين، فانا ما كتبتش بقى المرصود من طرف واحد لانه مش موجود، ده 6 وده 6 خلصت. عدد النقط الكليه 4، طبعا دي احلى حاله ان هو ايه كل النقط محتله وكل النقط كل الخطوط مرصودة مفيش أي مشاكل. العدد الكلي بقى للأرصاد، باشمهندس كان بيسأل أنا رصدت كام زاوية؟ أرصادنا كلها زوايا، أرصادنا كلها زوايا مفيش أضلاع، حتى طول خط القاعدة اللي بنبقى حاسبينه في الأول والخط القاعدة بتاع الشكل في الآخر ما هواش شروط داخلية، دي شروط خارجية بنتكلم عليها لوحدها، إحنا بنتكلم دلوقتي على الداخلي، فما عنديش خالص أطوال أضلاع. كام زاوية اترصدوا؟ اهي الارصاد متسميه قدامي لحد الزاويه 9. الشكل لما بيكبر بقى شويه موضوع الزاويه ده بيبقى محتاج تركيز، ما بيبقاش بسيط زي كده، عايز اشوف كله فين ووضعه عامل ازاي. عدد الارصاد الضروريه بقى عشان ابدا احسب الاشتراطات بتاعي، في كام نقطه كلهم 4، عدد الارصاد الضروريه عباره عن عدد النقط بشيل منه 2 عشان انا دايما ببتدي بخط قاعده، واضرب اللي هيطلع في 2 عشان كل نقطة بحتاج لها رصدتين، ده الضروري. عدد النقط بقى اللي بعوض بيه في القانون ده عدد النقط عموما الكلية محتل وغير محتل كله اللي بعوض بيه هنا اللي هو الكلي. طيب الشكل اللي هو الشكل اللي احنا كنا عاملينه اللي هو مرصود القطرين زي ده، النقطة دي بتتعدي معايا؟ طبعا لا، دي بتتعدي معايا لو ذو مركز زي اللي احنا عاملينه ده. عدد بقى الـ 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 الاشتراطات اللي عندي، عدد الارصاد الضروريه هيبقى 4 طبعا، وعدد الاشتراطات الكليه 9 ناقص 4 5، يبقى في عندي 5 شروط، 5 معادلات هكتبهم واحلهم مع بعض عشان اطلع تصحيحات الزوايا. ال5 شروط دول هيبقى موجود فيهم كل التصحيحات بتاعه الزوايا من اول فيه 1 فيه 2 فيه 3 فيه 4 فيه 5، كلهم هيظهروا في الشروط. يبقى انا شروطي لما بخلصها ببص لها كده لازم الاقيها لو انا عامله صح، كل الزوايا كل التصحيحات اللي المفروض تتضاف ظهرت في الشروط اللي انا كتبتها. كام بقى مثلثي؟ كام مثلثي في يا قانون؟ دكتورة في ناس عايزة تدخل ومش عارفة تدخل، في ناس عايزة تدخل دلوقتي، النور كان قاطع تقريبا مش عارف. طب بص احنا فاضل لنا 10 دقايق فاحنا بنسجل، فهنسيب لهم التسجيل. تمام تمام لا انا مش عايزه افصل دلوقتي واوقف ونشوف الحكايه دي وممكن ما اعرفش ندخلهم. ماشي شكرا. ماشي، اللي مش عارف يدخل مثلا هو مش موجود اصلا، اسمه مش موجود في الجروب، لا موجود يبعت لي بعد كده ادخله. هو موجود بس لازم حضرتك تقبليه، مش عارف هو موجودين بس تقريبا قفل الانضمام مش عارفين يخشوا تاني والنت فصل فخرج. طيب ما هو النت فصل يبقى احنا مش هنقدر نعمل لهم حاجة، النت فصل عندهم احنا مش هنعمل حاجة.
هو لما فتح احنا مش هناخد غياب ما بناخدش غياب فما فيش مشكله هم بس يشوفوا التسجيل بعد كده ماشي بنقول بقى عشان نكمل عدد الشروط المثلثيه محتاجين القانون يبقى معانا القانون هو ايه انتوا لسه مش حافظينه عدد الخطوط اللي مرصوده من الاتجاهين ناقص عدد النقط المحتله بنزود عليه واحد الخطوط اللي مرصوده من الطرفين اهوت 6 النقط المحتله اهو احنا مجهزينه 4 زائد 1 هيطلع عندي 3 شروط مثلثيه الضلعي عدد الخطوط كلها اللي هم برضو 6 ضعف عدد النقط كلها اللي هم برضو 4 زائد 3 2 في 4 ب 8 و 6 يبقى سالب 2 زائد 3 يبقى وعندي 1 شرط تمام المفروض انت لما بتيجي تكتب عدد الخطوط الكليه 6 خط عدد الخطوط 6 وهكذا هنا التمييز بتاع 3 دي 3 شرط مثلثي واحد شرط ضلعي وبعدين الباقي 5 شروط هنشيل منهم 3 مثلثي وهنشيل منهم 1 ضلعي حسبناه يبقى لنا 1 بس محل حد عنده مشكلة في حساب العدد في المثال ده دكتور واحنا قلنا امتى بناخد الزاوية دي معانا اللي هي النقطة اللي بتاعت المركز دي النقطة ده شكل ذو مركز ذو مركز يعني ايه يعني انا في نقطة هنا في النص دي نقطة مثلثات حطيتها وثبتها وحطيت عندها علامه وعملت خرسانه وبقت نقطه من نقط الشبكه ورصدت منها ورصدت اليها وفي زوايا اهي مرصوده حواليها هو كاتبها لك فدي نقطه معانا طيب في الشكل الثاني دي نقطه مش معانا اصلا ده مجرد ان انا بوصل الالف بالجيم كده على الرسم فقط طب انت ممكن تقول احنا سميناها واو ليه كنا سميناها واو عشان نكتب الشرط الضلعي ده لكن هي مش موجوده اصلا يعني لما يديك الشبكه مش هيسميها انها مش موجوده فانت ممكن تقول طب ما انا ممكن اكون ذات مركز وما احتلتهاش ما وقفتش فيها وما رصدتش الزوايا دي ما كانش هتبقى دي العلامه بتاعتها كانت هتبقى مقطعه كده يبقى نقط برضو لو النقطه دي حواليها كده الاتجاهات دي منقطه يبقى معنى كده ان هي نقطه من نقط الشبكه وجهت ليها بس ما وقفتش فيها لكن دي لا ده ولا ده تمام هنرجع بقى نقول ايه عايزين نكتب 3 مثلثي وواحد ضلعي وواحد محلي نبدا نكتب واحد لكل نوع يعني الثلاثه مثلثي ده هنكتب واحد بس واحد الضلعي ده هنكتبه واحد محلي برضه هنكتبه نيجي للشرط المثلثي بما اننا طلعنا عدد المثلثي الاول فنكتبه بقى بالمره الشرط المثلثي احنا عايزين 3 شروط طبعا دي واضحه قدامي خالص ان في 3 مثلثات 1 و2 و7 مثلث و3 و4 و8 مثلث و5 و6 و9 مثلث حد عنده مشكله يبقى دول الثلاثه مستقلين مفيش واحد منهم له علاقه بالتاني او ما اقدرش استنتج واحد من التاني طب واحد بيقول انا عايز اخد المثلث ألف ب ج ده كله وادخل الزوايا كلها 1 2 3 4 5 6 الست زوايا بتوع المثلث كلهم مع بعض ماشي خد المثلث الاولاني ألف ب م خد المثلث الثاني ب م ج خد المثلث الثالث ألف ب ج مثلا يبقى انت حر في الحكايه دي ما فيهاش اي مشاكل واحد يقول انا هاخد المثلث ده وهاخد الشكل الرباعي اللي فيه 1 و2 و3 و4 و8 و7 ماشي المهم تختار الثلاث شروط مثلثيه بتوعك مستقلين عن بعض احنا بقى عرفنا ان غالبا اشكال المثلثات الشكل الرباعي مجموع الزوايا بتاع المثلث مجموع الزوايا بتاع الشكل الرباعي الزاويتين اللي في الشكل المرصود القطرين زي ما قلنا كل ده معاك بس ما يكونش الشروط مستنتجة من بعضها واحد منهم اهوت احنا كتبناه اللي هو واحد واثنين وسبعة وبقت فيه واحد فيه اتنين فيه سبعة زائد لام واحد بيساوي صفر ده الشكل النهائي طبعا المعامل بتاع فيه واحد واثنين وسبعة بواحد لان المعادلة اصلا كده اللي احنا كتبناها اللام ده هيجي منين هيجي لما اعرف القيم بتاع واحد واثنين وسبعة اللي اترصدت لما ناخد مثال بالارقام هيبان اللام ده بيتحسب ازاي دلوقتي هنكتبه بس كده بالرموز ونسيبه الشرط الضلعي هناخد ميم قطب لينا نطلع منه الأشعة في اتجاه دوري يا مع يا عكس عقارب الساعة احنا خدنا ميم ألف ميم ب
وادي كمان ميم جيم وسويناهم بالواحد، نزلنا في المقام بدأنا من الضلع الثاني ميم ب ميم جيم ميم ألف، اتأكدنا طبعا دي باينة ان هما في بينهم مثلثات، ألف ميم مع ميم ألف مع ميم ب، ادي ميم ألف ب مثلث، ادي ميم ب جيم مثلث، ادي ميم جيم ألف، أدي المثلث الثالث. يعني حتى الثلاث مثلثات اللي ممكن ناخدهم في الشرط الضلعي هم هناخدهم في اللي هناخدهم في الشرط المثلثي هناخدهم في الضلعي. ممكن كل اتنين فوق بعض بيعملوا مثلث، نشيل الضلع ونكتب، مش هنقول بقى جيب الزاوية وبعدين نرجع ناخد لوغاريتم، لا اللوغاريتم جيب الزاوية المصححة على طول، لوغاريتم جيب الزاوية المصححة. ميم ألف في المثلث ده الزاوية المقابلة ليه اتنين، وميم ب الزاوية المقابلة ليه واحد، وبعدين المثلث اللي بعده ميم ب الزاوية المقابلة ليه أربعة، وميم جيم الزاوية المقابلة ليه ثلاثة، ونكمل. بعدين الخطوة اللي بعد كده كل لوغاريتم جيب زاوية هيبقى بالنسبة للف في دلتا، وعرفنا هنجيب ازاي القيم بتاعتها، وفي اللوغاريتمات بتاع جيب الزوايا المرصودة على طول اللي هجمعهم مع بعض بإشاراتهم زي ما اتفقنا عشان يدولي الحد اللي هو لام اللي هيبقى في المعادلة دي. باقي الشرط، طب هنا بالمرة كمان انا ممكن اختار، احنا قلنا انا نختار نقطة اخترنا ميم، نختار نقطة تانية ممكن ألف وممكن ب وممكن جيم، نختار ب. طب لو نختار ب هي المركز نطلع منه الأشعة في اتجاه دوري واحد مع أو عكس عقارب الساعة، ده مهم إن هما يبقوا في اتجاه دوري واحد ورا بعض. ميم ألف وبعدين ميم، هنبدأ من ب معلش، ب ألف وبعدين ب ميم، ميم الاسم مكتوب بعيد شوية أهوت، وبعدين ميم جيم. طب نتأكد من موضوع مثلثات، ميم ألف وميم ب أدي بينهم مثلث طبعا، وأدي ميم ب ألف وب جيم في مثلث، ب ميم وب جيم في مثلث. طب وبعدين الأول والأخير على الرسم من غير ما أكون لسه كتبت، الأول اللي هو ب ألف والأخير اللي هو ب جيم، عشان لما تبقى الشبكة كبيرة شوية ما أكتبش وأشطبه تاني، الأول ب ألف والاخير ب جيم في بينهم مثلث، في بينهم المثلث الكبير خالص ده، يبقى كمل ب الف وب ميم، ادي الزاويتين المقابلين لكل ضلع في المثلث بتاعها، ب ميم وب جيم ادي الزاويتين المقابلين برضو سهله. نيجي لب جيم وب الف، ادي ب جيم في المثلث الكبير الزاويه المقابله ليه 1 و6 على بعض، ادي 1 وادي 6، يبقى لوغاريتم جيب الزاوية المصححة، الزاوية دي عبارة عن زاوية واحد المصححة مجموعة عليها زاوية ستة المصححة. طب والضلع التاني اللي هو ب ألف في نفس المثلث اللي بيجمعه مع ب جيم الزاوية المقابلة ليه أربعة وخمسة المصححين، يبقى لوغاريتم الساي أو الجا بتاع الزاوية أربعة وخمسة المصححين، أربعة زائد تصحيحها وخمسة زائد تصحيحها. خلي بالنا بقى إيه، وبعدين نفك الكلام ده هيدينا الشكل بتاع الشرط الضلعي اللي هو هيبقى قدامنا كالعادة، الفيهات مضروبة في دلتا واللوجة بتاع الزوايا المرصودة هتدينا رقم على بعضه. طب ناخد الجزء ده تاني عشان حاجة، عشان الجزء بتاع الزاوية ده اللوغاريتم بتاع جيب الزاوية، أنا بتعامل مع 1 و6 دلوقتي على إنها زاوية واحدة، أنا بتعامل مع 1 و6 على إنها زاوية واحدة، 1 و6 هي زاوية واحدة في المثلث الكبير، وبتعامل مع 4 و5 على إنها زاوية واحدة، هي ظاهرة عندي هنا أهي، ظاهرة 1 و6 مع بعض وظاهرة 4 و5 مع بعض، 1 و6 و4 و5. لما نيجي نفك بقى الكلام ده زي ما كنا بنفك لوغاريتم الجيب بتاع الزاوية، لما فاكرين لما كتبناها نون والفه نون، وقلنا الدلتا بنزود 1 ثانية الفرق ما بين الزاوية لو زودناها 1 ثانية والزاوية الأصلية، هنا هنفكها ازاي؟ بنتعامل مع 1 و6 مع بعض على انهم زاوية واحدة، ان انا بتعامل معاها على الرسم على انها زاوية واحدة، انا رصدت 1 لوحدها و6 لوحدها بس هجمع رصدتين دول على بعض، يبقى ده يتفك بلوغاريتم جيب الزاوية، انهي زاوية؟ 1 و6. يعني لو واحد دي مثلا 50 درجة و6 دي
40 50 40 طبعا 90 مش شكلها، لو دي 40 ودي ودي 30 يبقى مجموعهم مع بعض، يبقى لما اجي اجيب اللوغاريتم بتاع الجيب اجيب لل 30 وال 40 مع بعض، ال 70 بتوعي الاثنين مع بعض، لما اجي اجيب الدلتا اجيب الدلتا اللي هي بزود ثانيه دي للاثنين مع بعض لل 70، لا هي لل 30 ولا هي لل 40 ما افردهاش، لان في ناس بتاخد دي وتتعامل معاها زي دي كده بالظبط، يبقى اللوغاريتم بتاع الجيب الزاويه واحد والدلتا اللي جايه من الزاويه واحد في فيه واحد، ولوغاريتم جيب الزاويه 6 ودلتا اللي جاي، لا بتتعامل كده الاثنين ايه مع بعض. اللي يهمني من ده كله ايه؟ اللي يهمني من ده كله اللي هيظهر فيه فيه واحد وفيه 6، هو ده دلتا هتبقى مضروبه في الاثنين زي ما هم كانوا في المعادله الاصليه، فيه واحد وفيه 6، اقوم اوزعها وتبقى الدلتا بتاع واحد وستة مع بعض اللي هم ال 70 درجه دي هي المعامل بتاع فيه واحد، وهي برضو المعامل بتاع فيه 6 في الشرط ده. دي ده الـ 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 لما ناخد به كقطب او مركز للاشعه بتاعي هتظهر لي حاله زي دي اخد بالي منها. طب واحد بقى هو بيعمل ما بيحبش ايه يدخل في الحالات اللي زي كده، فبيقول طب ما انا اخد مين بقى عشان تبقى سهله والزوايا باينه قدامي المرصوده على طول، لا بجمع ولا بطرح ولا بستنتج ما بعملش حاجه. ماشي لو متاح يبقى خلاص، لكن انت لازم تبقى عارف ده ومتعود عليه عشان في اوقات كتير مش هيبقى متاح، هيبقى لازم تتعامل مع ده. وطبعا ده شكل الشرط لما هنخلصه. الشرط المحلي بقى للشكل اللي قدامنا ده، طبعا الشرط المحلي هو اكتر الشروط اللي بتبقى باينه اول ما ببص للشبكه على طول. طبعا دي نقطه 7 و8 و9 360 درجه، يبقى فيه 7 فيه 8 فيه 9 زائد لام 2 اللي هتيجي من القيم بتساوي صفر. المثال اللي بعده هو نفس الشكل بس المركز زي ما الباشمهندس كان بيسال، بص المنقط ده معناه ايه؟ ان دي نقطه من نقط او من الرؤوس بتاعه الشبكه اللي عندي، بس انا ما وقفتش فيها، انا وجهت عليها بس ما وقفتش فيها ورصدت منها، ودي نقطه من النقط وهجيب لها احداثيات وهتبقى موجوده معايا، فعشان كده هعدها. عدد الخطوط 6 زي اللي فاتت، المرصودين المرصود من الطرفين الثلاثه اللي بره بس. ممكن تاني نفرق يا دكتور بعد اذن حضرتك الفرق بين النقطه اللي في المركز دي امتى ناخدها وامتى ما ناخدهاش؟ النقطة اللي في المركز لما يحط لي نقطة في المركز في حالة المثلث دي هناخدها أكيد، لأن هو حط مركز وطلع منها أشعة زي اللي قدامنا دي، هناخدها سواء النقطة دي محتلة أو غير محتلة. أنت خلاص تمام في محتلة وغير محتلة؟ تمام، عارف الفرق بين لكن اللي بيكون فيه لبس عند بعض الناس اللي هو الرباعي اللي مرصود القطرين، عشان ساعات بنوصل الأقطار كده ببعضها علشان نختار نقطة المركز كقطب للزوايا، وهو بيبقى موصل الأقطار مرصود القطرين بيبقى موصل الأقطار فعلا على الرسم لأنه رصد الزوايا مفردة. لو رجعنا كده شفنا الرباعي المرصود القطرين أي شكل كان رباعي مرصود القطرين، أنا عندي وقفت في ألف ووجهت على دال ووجهت على جيم ورصدت الزاوية 8، يبقى القطر ده هو اتجاه انا وجهت عليه، لكن النقطة اللي في النص دي ما وقفتش فيها ولا رصدت ليها ولا رصدت منها ولا اي حاجة خالص. تمام، انما لو كان جايب لي مثلا زوايا عند نقطة واو دي يبقى دي نقطة معانا طبعا، اما يحط لي هنا زاوية مكان ما انا بشاور كده وهنا زاوية او واحدة منهم بس او واحدة منهم بس حط قيمتها يبقى هو رصد يبقى هو وقف فيها. تمام مظبوط يا دكتور. ولو رسمها منقط بقى زي الشكل اللي قدامنا ده يبقى برضه هي نقطة معاه بس ايه ما وقفش فيها ما رصدش منها لكن رصد عليها حاطط علامة، ولو منخفض عامل برج وعامل إشارة وبيوجه عليها وتمام لكن ما بيقفش فيها. تمام يا دكتور. عدد بقى النقط هيبقى برضه 4 زي اللي لسه ما الباشمهندس بيقول، النقطة دي معانا نقطة بس احنا ما وقفناش فيها، عدد النقط المحتلة التلاتة اللي بره دول والنقطة اللي جوه غير محتلة، يبقى احنا هنا محتاجين نقسمها النقط الكلية 3 محتل واحد غير محتل، الأرصاد الكلية عدد الزوايا بقى أرصاد يبقى زوايا 1 2 3 4 6، عدد الأرصاد الضرورية هو 4 نقط محتاجين 4 أربع مش أربع نقط محتاجين أربعة عشان أربعة هنشيل منهم اتنين ونضرب في اتنين والقانون. الاشتراطات هيبقى شرطين. عدد الشروط المثلثية المرصودة القطرين اللي هما تلاتة، الخطوط المرصودة الطرفين
معلش مش مرصودة قطرين، مرصودة الطرفين 3، عدد النقط المحتلة 3 زائد 1 هيدينا 1، شرط 1 طبعا باين. انت لما تتعود كده تبص للأشكال باين من الشكل كده، فيش غير مثلث أصلا واحد هو اللي بيجمعها، المثلث الصغير ده ما ينفعش أتكلم عليه الزاوية دي مش موجودة، ولا دي موجودة ولا دي موجودة، على لو الاتنين دول موجودين ودي مش موجودة كنت استنتجتها، كنت قلت 360 زائد ناقص المجموع الاتنين التانيين، لكن مفيش حاجة خالص عندي غير المثلث الكبير، وده باين القانون بتاع عدد الشروط المثلثية هو قال لي أصلا واحد بس اللي موجود عندك، هتدور مش هتلاقي غير إيه واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، مجموعهم بعد التصحيح بيساوي 180 درجة. طيب عدد الشروط الضلعية الخطوط كلها 6 ضعف النقط اللي هم 4 في 2 ب 8 زائد 3 هيديني شرط 1. الشرط 1 ده اكتبه ازاي؟ اخد ميم عندي كايه؟ كقطب، دي هتبقى سهلة جدا. طب والزوايا؟ لا لما تكتبه كده هتلاقيه زي اللي فات بالظبط، هستعمل الزوايا اللي هي مرصودة فعلا بس اصلا مش هحتاج اللي هو ما رصدهاش دي، هحتاج جزء منها يمكن لو اخدت ايه نقط تانية، فمش الشرط المحلي طبعا صفر، ما فيش، ما هو باين ان ما فيش اي شروط محلية اصلا من شكل اللي قدامنا. المثال اللي قدامنا ده هو رجعنا تاني للرباعي المرصود القطرين، بس الخط بألف جيم، الخط ألف جيم مش غير مرصود من نقطة ألف، يعني ما وقفتش في ألف ووجهت على جيم، لكن وقفت في جيم ووجهت على ألف وانا برصد الزاوية 4 وانا برصد الزاوية 5، وجهت على ألف اتوجه عليها لكن ما وقفتش فيها وانا برصد جيم. طب بس ألف نقطة محتلة ولا غير محتلة؟ لا دي نقطة محتلة، لان انا وقفت في ألف ووجهت على ب، وقفت في ألف ووجهت على د، هو بس جيم اللي ما وجهتش ليه من ايه؟ من النقطة ألف. عشان كده الزاوية كلها اللي عند ألف نسميها الزاوية 1، رصدها بزاوية واحدة، وقف وجه على د وبعدين وجه على ب ورصد الزاوية، طلعت لها قيمة واحدة اللي هي قيمة الواحد، قيمة الزاوية الأولى اللي هو سميناها واحد. في حد عنده مشكلة في الحتة دي؟ عدد الخطوط هم برضو 6، الخطوط اللي واصلة ما بين الرؤوس اللي عندي ألف ب وب جيم وجيم دال ودال ألف، والقطر اللي واصل من ألف لجيم، والقطر اللي واصل من ب لدال. طيب عدد الخطوط المرصودة الطرفين 5 عشان في واحد منهم غير مرصود، مرصود من طرف واحد. عدد النقط كلها 4، عدد النقط المحتلة 4، ألف نقطة محتلة. عدد الأرصاد كلها بقى رصد كام زاوية؟ رصد 7. الاشتراطات هتطلع 3 شرط، توزيعتهم المثلثي هيطلع 2 اللي هو الخطوط المرصودة الطرفين ناقص النقط المحتلة زائد 1 بشرطين. نطلع الشرطين دول كده على الرسم، عايزين شرطين مثلثين، شرط مثلثي وشرط مثلثي تاني. انهي شروط ممكن ناخدها؟ او ممكن ناخد مجموع الزوايا بتاعت المثلث. انا لما اجي اتعود اكتب هكتب كده، كل شرط مثلثي احدد اسم الشكل اللي انا هشتغل عليه في المثلث أ ب د، في المثلث أ ب د لما أجي أكتبه أ ب د 1 و 2 و 7. طب وبعدين أكتب الشرط بقى للآخر، مجموعهم المرصود المصحح 1 زائد فيه 1 2 زائد فيه 2 7 زائد فيه 7 بيساوي 180 درجة، وبعدين أخليه في الصورة فيه 1 زائد فيه 2 زائد فيه 7 زائد لام بيساوي 0. الشرط المثلثي الثاني او قبل ما اكتبه احط اسم الشكل اللي انا هشتغل فيه عشان ما اتلخبطش، ب ج د، ب ج د 3 و4 و5 و6 برضو 180 درجه واكمل زي اللي فات. في حد مننا ممكن يقول انا هاخد المثلث ب ج د واعتبره شرط مثلثي واعمل معادله، وبعدين اخد الشكل الرباعي ا ب ج د، تمام عادي، بدل المثلث اللي فوق اخد الشكل الرباعي كله. انا عايزه شرطين بس ما يكونوش معتمدين على بعض، يكونوا مستقلين، فهتاخد الاثنين دول يا الاثنين دول مش هتفرق. الشروط بقى الضلعيه هيطلع عددها بواحد، لما اجي اكتب الشرط الضلعي اخد مين؟ اول ما الاقي نقطه فيها اتجاهات غير مرصوده اجرب هي الاول اللي هي تبقى نقطه المركز بتاعي عشان هي تبقى اسهل.
انا اجرب النقطه دي نقطه المركز بتاعي. نكمل كده لما نيجي نشوف، هعتبر الف كمركز، هطلع منه الاشعه في اتجاه دوري واحد مع او عكس، كتبناها الف ب، كل الاشعه اللي طالعه منها بقى سواء مرصوده الطرفين او مرصوده من طرف واحد مش مهم، الف جيم الف دال. طبعا اللي مرصود من طرف واحد ده بيعمل المشكله بس شويه لما اعوز الزاويه دي لوحدها او دي لوحدها، هو الزاويه المرصوده هي زاويه كلها على بعضها واحد. رتبنا الاضلاع الف ب الف جيم الف دال، ورجعنا بدانا من الضلع الثاني الف جيم الف دال الف ب، وساوينا بالواحد كل اتنين فوق بعض، هنشوف الزاويه، نشوف المثلث اللي بيجمعهم، وبعدين نشيل كل ضلع ونحط الزاويه المقابله ليه في المثلث ده. قبل ما اخد الف، قبل ما اكتب بقى، ادي الف وب والف جيم في بينهم مثلث، في بينهم مثلث. طيب النقطه الثانيه الزوايا اخبارها ايه؟ الف ب الزاويه المقابله ليه 4، و الف جيم الزاويه المقابله ليه 2 زائد 3، كويس موجودين. اللي بعده الف جيم والف دال زي اللي فات موجودين. طيب اللي بعده الف ب اللي هو كان في البدايه والف دال اللي هو في النهايه، في بينهم مثلث؟ اه في بينهم مثلث، المثلث اللي فوق ده. الزوايا الف ب الزاويه المقابله ليه 7، والف دال الزاويه المقابله ليه 2. يبقى انا ببص على الشكل كده قبل ما ابدا اكتب عشان ما اكتبش على الفاضي. تمام اكتب. في حد عنده مشكله بقى انه يكمل واللوغاريتم يجيب الزاويه؟ وطبعا لو هي مفرده زي دي او اتنين مجموعين هخلي بالي واوصل لشكل الضلع، الشرط تمام الضلعي النهائي. تمام المثال اللي بعده دكتور لو سمحت، بس حضرتك الملفات لسه ما نزلتش. هنزلها ان شاء الله يا باشمهندس، هحطها لكم في اللي هي في عندكم حاجه اللي هي الكلاس ماتيريال دي، هنزلها فيها. تمام تمام ماشي يا دكتور. المثال ده عندي ألف، خلي بالك هو كل الشرايح دي من الكتاب اللي معاكم، ألف ب ج د. النقطة بقى ألف بقت إيه؟ الفرق بينها وبين اللي فات غير محتلة، دي ما رصدتش منها خالص. هنلاقي نفس الأرقام بقى شبه اللي فاتت، الخطوط الكلية 6، مرصودة الطرفين 3، عدد النقط الكلية 4، عدد النقط المحتلة 3، عدد الأرصاد 6، عدد الأرصاد 6، مع أو حد يبص يلاقي الرقم ده 7. طبعا عشان أنا وأنا برسمه أخدت الشكل اللي فات كوبي وقطعت فيه، فأرقام الزوايا بقت زي ما هي. طبعا هم كام زاوية؟ هم 6 زوايا، دي أول زاوية، تاني زاوية، تالت زاوية، الرابعة، الخامسة، الستة، بس الترقيم اللي قدامنا بادئ من 2 بس. فعدد الأرصاد الكلية 6، عدد الأرصاد الضرورية كالعادة هيبقى 4 عشان هم 4 نقط، لأن النقط الغير محتلة محسوبة في العدد النقط الكلي بتاع الشكل. عدد الاشتراطات هيبقى شرطين، واحد مثلثي وواحد ضلعي ومفيش محلي. طبعا واضح إن هو مفيش محلي. مثلثي لو حابين نكتبه، المثلث ده ب ج د بقى الشرط المثلثي، وانا بكتب كده برتب الشغل بتاع اولا الشروط المثلثيه في المثلث ب ج د، واكتب الشرط بتاعي واظبطه واوصله للصوره النهائيه بتاعته. طبعا المثلث فوق ده مش هينفع عشان زاويه ا مش موجوده اصلا، الشكل الرباعي كله على بعضه برده مش هينفع عشان زاويه ا مش موجوده برده، مفيش شروط محليه. الشرط الضلعي، شرط الضلعي طبعا هنختار نقطه ايه؟ نختار نقطه ا اللي مفيش فيها ايه، اللي فيها النقط الاتجاهات الغير مرصوده من عند الف. اول ما الاقي نقطه كده فيها اتجاهات عندها اتجاهات غير مرصود منها، اعمل ايه؟ اجرب هي الاول اخدها تبقى مركز للاشعه اللي عندي. المثال اللي بعد كده هو تقريبا ان شاء الله يبقى اخر مثال، الشكل ده رباعي ذو مركز. طبعا ده بقى اللي كنت بتسأله عليه، غير اللي فات خالص اللي هو مرصود القطرين، القطر بس، وحتى باين فيه كسر اهي، في كسر اصلا ما هوش القطرين اساسا. عدد الارصاد 8، عدد الخطوط الكليه 8، وعدد اللي مرصود الطرفين، طبعا كلهم مرصودين الطرفين زي ما عملنا كده في الشكل الرباعي المرصود القطرين وفي المثلث. انا ممكن اعمل هنا، ممكن اقطع ده كده وتبقى غير مرصوده بس مش هيبقى في قيم زوايا هنا، ممكن اجي هنا واقطع ضلع منهم او اقطعهم كلهم، كله بقى ممكن يحصل نفس القصه.
عدد النقط الكلية 5، المحتل منها برضو 5، الأرصاد الكلية نعد بقى، بدأ الترقيم من 1 2 3، الترقيم كله تمام، يبقى 12. عدد الأرصاد الضرورية 2، وعدد النقط 5 شيل منهم 2 يدينا الضروري 6. يبقى عندي الشروط اللي الزيادة اللي عندي، الأرصاد الزايدة اللي هي الشروط اللي أنا هكتبها، اللي هي عدد المعادلات اللي هنكتبها عشان نحلها المرة الجاية، 6. 6 معادلات بست شروط. كم منهم مثلثي؟ 4 مثلثي وواحد ضلعي وواحد محلي. طبعا المحلي باينة، الزاوية 9 و10 و11 و12 المصححين، يعني كل قيمة مرصوصة زائد التصحيح بتاعها 360 عشان كلهم حوالين نفس النقطة، ده المحلي. المثلثي عايزين 4 طبعا، ده برضو بما ان ما فيهوش اي نقط غير محتلة ولا اتجاهات مرصودة من طرف واحد فهو باينة. 4 مثلثات، ألف ب م ب ج م ج د م د أ م، 4 مثلثات بمجموع كل واحد منهم لوحده 180 درجة. تمام. الشرط الضلعي، الشرط الضلعي هنا هاخد المركز كالعادة زي ما عملنا في الأشكال اللي فاتت، هو القطب بتاعي أو مركز الأشعة، اتجاه دوري واحد، ميم ألف ميم ب ميم ج ميم د يتكتبوا في البسط في المقام، أبدأ من الضلع الثاني وهكذا وأكمل. إن شاء الله إن شاء الله المرة الجاية هنحاول ناخد بقى أشكال أكبر من كده شوية، وبعدين نحل فعلا، نكتب المعادلات بقى بالأرقام، يبقى معانا قيم الزوايا ونكتب المعادلات بالأرقام ونحل المعادلات اللي عندنا. نحل المعادلات اللي موجودة عندنا بعد كده. إيه.